مساء الخير. أيهما يستدعي إعلان حالة الطوارئ، دولة المولدات أم ولادة الحكومة؟ أي الأمرين يحوز الأولوية ويصنف بخانة العاجل والذي لا يحتمل التأخير؟ تشريع المولدات أم شرعية النظام؟ من يركب قبل من؟ تشكيلة الحكومة أم عدادات المولدات؟ إذا فتح باب الأسئلة لما بتنتهي ولا أجوبة عليها فالسلسلة تطول وتمتد، وإذا أغلقت نافذة الأجوبة وظلت السلطة بلبنان تنحدر نحو الحدود الدنيا من تحمل مسؤولياتها، سيصير المجهول معلوم والشائعة حقيقة والهاوية واقع. بطالة متزايدة، كهرباء متناقصة، نفايات مرئية، أمراض مخفية، أنهار مسرطنة، هواء ملوث، ضرائب بالمفرق وفساد بالجملة. وأخيرا وبعد 30 عاما من انتهاء الحرب انتقلنا من سلطة الديجنترات إلى نظام العدادات. لعل هذا التطور يسهل علينا احتساب كلفة الكهرباء الغائبة والوقت المهدور. حلقة جديدة من انترفيوز، بيسعدني أن أستضيف خلالها وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال رائد خوري. مساء الخير مع الوزير. مساء الخير. وبالاسم الثاني بيستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام شارة الأسمر والخبير الاقتصادي نسيب غبريل. بذكر المشاهدين أنه بيقدروا يشاركونا عبر هاشتاج انترفيوز على فيسبوك وتويتر، وباستطاعتهم مشاهدة الحلقة عبر فيسبوك لايف وبيريسكوب ومن خلال صفحتنا الخاصة، وأسئلتكم سنعرضها على الشاشة وبنناقشها خلال الحلقة، وأيضا هناك رقم الواتساب الظاهر على الشاشة للتواصل مع البرنامج وطرح الأسئلة. مساء الخير مجددا مع الوزير. هل أنت راضي عن بعد انتهاء المهلة اللي أعطيتموها لأصحاب المولدات ويومين من بداية التنفيذ، هل أنت راضي عن المرحلة الأولى؟ راضي ومش راضي. مش راضي لأنه كنت بتوقع يكون في التزام من أول نهار، وهذا الشيء طبعا منه موجود. بس راضي على كيف عم تتطور الأمور من أول نهار. هذا ثالث نهار، بهالثلاث ايام في تطور كتير سريع، في كتير ايجابيات، في عدد كبير من المولدات بلشوا يصدقوا انه هذا القرار قرار نافذ، وانه الدولة ما عم تعمل هذا القرار كرمال فقاعة اعلامية، ولا عم تعمل هذا القرار لاسباب غير الاسباب الحقيقية لإله. هذا الشيء عم يتثبت نهار بعد نهار، وانا اكيد انه بهيدا التسلسل وبهيدا الترند اللي ماشيين فيه كل اسبوع رح يصير في التزام بشكل اكبر من الاسبوع اللي بعده، ونحن هيدي ماشيين فيها ان شاء الله. من هون بعتقد انا من هون لشهر زمان بنكون قدرنا حققنا الجزء الاكبر من الهدف تبعنا اللي هو تركيب عدادات للمولدات على كافة الأراضي اللبنانية. قيل أنه اجتماعك مع أصحاب المولدات ما كان منتج ومثمر، وأنه استمر الخلاف بينك وبينه وما وصلتوا لنتيجة أول أمس. ليك أنا اليوم بيطلبوا مني اجتمع معهم. قبل ما كنت عم بجتمع معهم، هلأ فتحت الباب لأنه عم شوف إيجابيات. يعني لما عم بيحكوني أنه بالمنطق عندهم بعض الملاحظات على كم شغلة، إنما المبدأ الأساسي هو تركيب العداد، هذا مبدأ صار ثابت عندهم، ما عم بحكي عن كلهم. ساعتها أنا بجتمع معهم وبقعد منناقش. بس المشكل وين؟ إنه أولا هن لأنه بركي منهم شرعيين، ما في جهة معينة بتمثلهم. يعني في عدة جهات بتمثل، كل جهة بتمثل شريحة صغيرة، بقى مشان هيك كل شريحة عندها رأيها، كل شريحة عندها نسبة التزامة أو مقتنعة. أنتوا يعني فتوا عليهم من هذا الباب وشرزمتموهم يعني؟ لا 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 لا، بالعكس أنا بتمنى هني ما يتشرزموا. يعني بتمنى يكونوا حدا احكي مع واحد، تحكي مع شخص واحد عندهم، أقعد نحكي مع كذا شخص. بس إنما هذا مش هي الحالة، لأنه في ناس منهم منطقيين وناس مش منطقيين، ناس متمردين وناس متعاونين. بقى بطبيعة الحال ما حيتفقوا،
يلي مستعد يتعاون أنا جاهز واجتمعت مع البعض منهم وفرجيتهم قدي أنا متساهل بملاحظاتهم، إنما غير متساهل بمبدأ تركيب العدادات ولا بالتاريخ يعني الملزم لهم. يعني أنا اللي ما بقبله هو تأجيل ولا بقبله ينحكى بالمبدأ. بس عم تعطي هامش يعني أيام أو أسابيع بالحد الأعلى للالتزام. طبعا يلي عم يلتزم، يلي بلش يركب عداد وراحوا المراقبين وتثبت أنه بلش بهذا البروسس رح نعطيه فترة سماح، إنما الشخص يلي منه هيدا بلحنا ما منعطي فترة سماح. مين دعمك مع الوزير بالفترة الأخيرة بالأسابيع الأخيرة هيك تصاعدت لهجتك حتى في الإعلام وتبين وكأنك يعني قويت أو ذهب إلى المعركة إلى آخرة؟ هل مصبوط أنك معك صلاحيات كاملة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للذهاب بهذه المعركة إلى نهايتها؟ أولا هي بديت القصة من وراء صرخة الناس، ودعملنا دراساتنا وطلعنا القرار مشان نضبط هذا الموضوع، لأنه في كمية غش كتير كبيرة، ولأنه النظام اللي كان موجود منه عادل للناس. كل الناس بتسأل جارك بتسأل صاحبك مين ما كان، يلي عم بيسمعنا اليوم بيعرف عن شو عم بحكي. من هذا المنطلق أنا عملت هذا القرار، وما كان حدا دعمني. كان بلا في شخص حدا دعمني الوحيد هن الناس. يعني أنا اليوم كان متكل على مصلحة الناس، هيدا كانت الداعميني الوحيدين الداعميني بوقتها. لا مشينا فيها، بس طبعا وقت مشينا بالقرار فخامة الرئيس كان داعم وما زال داعم لأبعد الحدود، لأنه هو داعم لكل قضية حق بالنتيجة، ولأنه هو بيؤمن بدولة المؤسسات وهو بي الإصلاح وضد كل حدا عم بيستغل موقعه ضد المواطن. من هالمنطلق كان داعم على الآخر وبعده داعم. دولة الرئيس الحريري لما كمان قعدت معه بعدة جلسات كمان كان داعم بنفس الوتيرة. رئيس بري شو كان موقفه؟ رئيس بري ما حكيت معه، إنما بعرف من الحواليه أنه هو كمان داعم للموضوع. وانت استفدت من حالة الدعم هيدي، يعني أطراف السلطة وأركانها الأساسيين استفدت منها، عم بتقول لصالح المواطن؟ طبعا، يعني بالنتيجة لما يكون يعني القيمين على البلد هن ورانا، طبعا هيدي بالنتيجة بتعطينا قوة ودفع لنكمل على الأرض نطبق القرار. بس بالنتيجة الداعم الأكبر بضلوا من الناس، لأنه هن مصلحتهم. لأقول لك ليه، إذا الناس بعد فترة تبين أنه هن غير مهتمين وغير مبالين وما فرقة معهم، كل هالموضوع بيتلاشى. لأنه طب ماذا لو اكتشفوا الناس أنك اللي قلت لهم يا لن يصير على أرض الواقع، وأنه ما كفيتوا هذه الأمور إلى خواتيمة، أو أنه حتى مسألة 30% و60% اللي حيلاحظوها بدفع يعني حتخف الفواتير ما كانت مثل ما أنت وعدتهم؟ هذا موضوع غير وارد بتاتا، يعني ولا ممكن أنا ولا أتراجع عن هذا الموضوع، ولا ممكن الناس ما يحسوا بالفرق الإيجابي. بقى هذا موضوع مبسوط. عملت حسبي يعني لعطيت هذه الأرقام أنه حيشعر المواطن بأنه حتخف فاتورته 30% ل60%؟ بدها تخف فاتورته 30% ل60% بالمبدأ بالفعل بعدة أماكن رح تنزل أكثر، لأنه بعدة محلات في غش. ال 30 ل 60% إذا ما في غش نظام العداد، لنعتبر أنه نظام العداد versus نظام الديجونتور وبالحالتين ما عم بغشوا بيوفر بين 30 و60%، بس إذا كان أصلا عم بغش رح يوفر أكثر من 60%. وياما إجا لعندي ناس وقالوا لي كان ياخذ منا 200,000 صرنا هلا بالمية، يعني عم تنزل 100% مش 60%. بس أنا عم بقول 30% 60% لأنه عم بعتبر إنه ما في غش. هيدي فكرتك لإلك مسألة تركيب العدادات بالأساس فكرة مين؟ هي فكرتك إلك؟ نعم. ولمين سوقت بالبداية بالمباشر؟ للفريق السياسي للتيار الوطني؟ لمين سوقت بالبداية ثم انطلقت فيها؟
ما سوقتها لحدا. نحن يعني بالنتيجه بالتيار الوطني الحر في قياده، في ثقه بالوزراء يلي هن منتمين لهذا الحزب، وعندهم هامش تحرك مش كبير اكثر من كبير يعني هيدا، لانه في تناغم بالافكار لو ما حكينا مع بعض، يعني لهالدرجه في تناغم. بقى ما في لزوم نرجع ارجع لحدا، بس لما مشيت فيها طبعا دغري تلقفوها، وكان الحزب كله داعم يعني بال مهلة السماح لنهاية هذا الشهر هي مهلة نهائية. مهلة السماح يعني المشروطة بأنه يكون صاحب المولد فعلا باشر أو عم بيشتري أو عم بيركب، هي مهلة نهائية؟ هو ما في مهلة معينة، إنما هي بتقوم بتقدير المراقب يعني على الأرض. إذا المراقب على الأرض شاف إنه بلش يركب بعد 10 ايام اجى شافه مركب كل العداد يعني من، ولكن عندك مشكله حتى بالمراقبين والمفتشين اللي قلت انهم ما هم كافيين، عندك فقط حوالي 100 مراقب ومفتش، قد ايه بدهم وقت ليغطوا الاراضي اللبنانيه؟ ليك اول نهار عملنا 61 محضر ضبط، امبارح عملنا 115، اليوم عملنا 100 محضر ضبط، يعني تقريبا صرنا رح نوصل ل 300 محضر ضبط. هذا يعطي مؤشر انه ما في التزام. ما عم بقول لك بلشت حديثي سالتني قلت لك ماني راضي لانه ما في التزام، بس راضي لانه التطور ايجابي، يعني كل يوم عم بيصير في التزام اكثر من اليوم اللي قبله. هل في مناطق معينه بحسب يعني مخالفات الضبط او محاضر الضبط عم بتكون اكثر التزاما ومناطق لا تلتزم مثلا؟ مثلا المناطق اللي اكثر شيء واضح ملتزمه هي مناطق الجنوب، انما بقيه المناطق كلها تقريبا نسبه الالتزام 20 ل 30%. عم بحكيك قبل نهار الاثنين. الضاحيه الجنوبيه انحكى انه ما حيفوت عليها مفتشين ولن يكون هناك ضبوطه لاحد، هل صحيح هذا الامر؟ ما راح الاعلام وشاف انه في ضبوطه وراحوا، يعني كان في الاربع وسائل اعلام نزلوا مع المراقبين على الضاحيه اول نهار وصوروا وشافوا كيف فاتوا المراقبين وعملوا محاضر ضبط ونبهوا وشالوا حق. يعني ما كانت هذه الجولة الإعلامية لمجرد يعني التغطية على الأمر الحقيقي اللي عم بيصير وأنه ما حيكون في ضبوطات بالمنطقة؟ لا، نحن أنا دعيت الإعلام لأنه هو تعرف الإعلام بيلحق الخبر، إجوا لعندي قالوا لي بدنا نتابع الموضوع، أهلا وسهلا فيكم. إجوا شافوا أول نهار تاني نهار كيف عم نحكي مع المراقبين وقالوا بدنا ننزل معهم، قلنا اهلا وسهلا. كل الاعلام ركض بدنا، ما هن مقسمين انا عندي بالوزاره، جزء بيروح على الضاحيه، جزء بيروح على المتن الشمالي، جزء كلياتهم بده يروح على الضاحيه، عاجبين يعني حابين هالموضوع. شو السبب؟ قلنا لهم اهلا وسهلا، لانه في بالعقليه عندهم انه هيدي الزون، انه هيدي المنطقه لن تكون الدوله ما بتفت لها. وانا بستغرب هيدا الشيء لانه انا بالنتيجه ما حكيت مع حدا من السلطات الموجوده هنيك او من الاحزاب الموجوده ولوحدهم فاتوا وما حدا حكي معهم وعملوا محاضر ضبط ولا حدا توجه لهم بولا مشكل ولا شيء، يعني مثل مناطق الثانية. بالمبدا هذا اكبر اثبات انه لما الدوله بتاخذ قرار بدها بس قرار وتفوت على حيالله منطقه اوعى تفكر انه ما فيها تفوت، خاصه قرار شعبي ناس بدها اياه، انه الناس بالضاحيه غير الناس بالدكوانه، اما الناس بكسروان، اما الناس بالبقالة. لا، بمساله الماليه والتوفير على جيبتهم، يعني اكيد الناس كلها بتحبز انه اما هالحزب هون اما حزب هون ما بده مصلحه الناس، ما كل الاحزاب بدها مصلحه الناس. جو المولدات، اصحاب المولدات الملاك عم بيقول انه بلشوا يحكوا مع يعني كل واحد مين له بالسلطه او مين ممكن يدعمه، انه لاحقا عم بيقولوا لهم هلا ماشي الحال خذوا الضبوطة وبعدين بينعمل تسوية لهذه الضبوطات بالمرحلة اللاحقة، بس لتكون همدة القصة مثل كل شيء بلبنان. ما في شيء بيهمد معي وأنا ما عم بعملها كرمال يكون بطل بالإعلام، يعني أنا سمعت هالحكي، أنا عم بعملها لكمل فيها وبلكي ما بقيت معاليك. حتى لو ما بقيت أنا ورا هالموضوع، إن شاء الله الوزير اللي بده يجي يمشي مثل ما أنا بدي، إذا أنا ما كنت، وإذا أنا كنت رح كمل، وإذا ما كنت رح كمل بكمان، رح تابع الأمور
واليوم انا مبدا الاستمراريه لانه اليوم اولا بلبنان مش كتير فعال. بس لحلك شيء، لانه الوزير لما بفل كمان ببطل سئلين. اولا انا وزير جاي من قبل التيار وفخامه الرئيس اللي هن العهد، ان كنت بوزير اما ما كنت وزير رح يكون عندي القدره والمعونه والتعاطي على الارض لاقدر كمل بهذا الموضوع مع الوزير اللي جاي، خاصه اذا الوزاره بقيت مع فريق يعني حتكون حتمون على الوزير اللي جاي، لانه سمعنا كمان ان رئيس جمهوريه بكافه الاحوال تارك وزاره الاقتصاد من حصته هو يعني كرئيس جمهوريه. نعم، او يحبذ على الاقل انه تبقى. نعم تبقى له. مشاهدينا بدنا نتابع من خلال تقرير لزميلنا بعلاء يعني حالة الملاك وأصحاب المولدات وهواجسهم وكيف شايفوا التطبيق ببدايته، ونعود إلى معالي الوزير للتعليق. النبرة العالية التي اعتمدها أصحاب المولدات في مخاطبة الوزارات المعنية تطبيق قرار تركيب العدادات الإلكتروميكانيكية تراجع سقفها بعدما حزمت الدولة قرارها بالتدخل لفرض هيبتها على هذا القطاع ابتداء من الأول من تشرين الأول. هذا التاريخ إذن كان مفصليا بالنسبة للطرفين، فأصحاب المولدات هددوا بظلام دامث سيطال كافة المناطق اللبنانية إن لم يتم التراجع عن هذا القرار، فيما كان الطرف الآخر أي الدولة تتحضر لإطلاق عداد المخالفات لمن لم يلتزم منهم. في هذه الأثناء فتح باب التفاوض المعلن وغير المعلن من خلال وساطات متعددة لم تفضي بعد إلى تصاعد الدخان الأبيض. أصحاب المولدات يلمحون هنا إلى أنهم يفاوضون والسيوف فوق رقابهم، ويقولون أن الدولة لم تترك لهم هامش المناورة الذي كان موجودا قبل. حطلنا سيف على رقبتنا بالمفاوضات بواحد عشرة زبوطة ومحاضر ورايحين على الإفلاس. انتو هو عرف هالشغلة انه نحن رايحين على الإفلاس، شو من بعدها في ما حدا بيعرف، شو المخطط اللي عاملينه ما حدا بيعرف. قطاع ناجح عم بقفلسوه، ارخص قطاع بكلف المواطن بلبنان شهريا هو قطاع المولدات. ما يضحكوا على العالم يقولوا نحن مافيات وعم نسرق الناس، مش مزبوط، هن المافيات. نحن مش موضوع طوطيه سقف ولا موضوع تعلي، ولا نحن طالعين لنحارب الدوله او نواجه الدوله. نحن ما بدنا نطفي على العالم. نحن اذا هلا هاليومين ما بنوصل لحل وتسعيره منطقيه والزبوطه اللي انعملت بترجع بتراجعوا عنا، ما بقى وزير الاقتصاد عم بيتعاطى بطريقه كتير فجه معنا كانه نحن عم ننهب مال الناس. هيدا الحديث منه مزبوط. نحن لا عنا جشع ولا عنا طمع مثل ما حطوها الخبريه. نحن كل الموضوع مصلحه اكيد عاملينها لنستفاد من وراها، مش تحت نشتغل كاريتاز. هناك تخوف إذن من أن تتجه الأمور إلى المزيد من التعقيد إذا لم يقتنع أصحاب المولدات بفكرة تركيب العدادات. وعلى الرغم من بادرة حسن النية التي أرسلتها وزارة الاقتصاد من خلال رفع سعر الكيلووات من 340 ليرة إلى 410 ليرات تلبية لشروطهم، يؤكد هؤلاء وجود قبة مخفية في هذا الملف، ويطالبون الرأي العام إلى عدم اتخاذ مواقف مسبقة منهم قبل الاطلاع على القضية بشكل موضوعي. عندي كشف مزود بفريق من 17/7 لليوم 114 ألف دولار موجود. هي 114. تفضل. 127 و732 ومن عند شخص واحد اسمه لؤيم شرفية. إذا أخذ منهم مزود أنا بصدر منهم لبرات لبنان يعاقبوني، جايبهم حرقهم بالمطارات مش حرقهم عندي، لأنه عندي يومية أكثر من 20 ساعة دوران. تنكة المازوت صارت ب 21,000، كانت ب 14,000، كان ب 300 ليرة العداد كيلو الواط. هلا تنكة ب 20,000، لو بيعطونا مليارين دولار بالسنة مثل ما عم يدعموا شركة الكهرباء بيعطوا يجيبوا مازوت وأنا باخذ 10,000 ليرة. بس أنت لما بدك تيجي تجبرني بسعر إنه تحت أدنى إنه أنا أخسر فيه بقفل هالمصلحة وبلاها. أنا بوجه أنه للوزير الاقتصاد كان طلب من التجار أنه يجيبوا عدادات، نتمنى يطلع على الهواء ويقلنا
هود التجار وهو ارقام تليفوناتهم وفي عندهم عددات، لان نحن بالنتيجه عم ندفع الثمن. يعني نحن منا ميليشيا، نحن اولاد هالبلد وفرضتنا الحاجه لهالسبب هذا. نحن عم نأمن قطاع الكهرباء، الدولة بتتهمنا بميليشيا، لا هذا شيء مش صحيح. نحن عم نأمن هالخدمة والأسعار كتير معقولة. وبما يتعلق بموضوع العداد بالتحديد، نحن بمنطقة شوفوا عليه أن أغلبية كبيرة ملتزمين بالقرار من زمان، قبل ما طلع القرار نحن منركب عدادات وننشر نظام العداد، بس التسعيرة المعتمدة حاليا ما فينا نطبقها. نحن عم نعتمد تسعيرة أعلى بكثير من تسعيرة الوزارة، وإذا ما فرض علينا نطبق تسعيرة الوزارة بقوة نحن مضطرين نروح لإطفاء. هو امتحان صعب يواجهه هذا القطاع للمرة الأولى منذ 30 عاما، فنفوذه توسع إلى حد أصبح يعتبر مرادفا لمؤسسات السلطة يقول البعض. إلا أن أصحاب المولدات وإن لم ينفوا ذلك فهم يذكرون أن نشأتهم جاءت بعد عجز الدولة عن تأمين ساعات التغذية بالتيار، ويكررون على أن محاربتهم اليوم أسبابها فقط لأنهم قطاع ناجح. كان هذا إذن بعض عينة من آراء أصحاب المولدات عرضناها عليكم مشاهدينا. وهل عندك تعليق مباشر مع الوزير على هذا الاعتراض اللي يبدو أنه متصاعد من أصحاب المولدات؟ لا، ليك أنا حكيت بعدة مناسبات، طبيعي أنه ينزعجوا لأنه عم نحدد أرباحهم. نحن يعني تخيل بلا هذا القرار لو مش موجود قد ما بدهم بفيهم يحطوا على المواطن سعر والمواطن مجبور يقبل. هذا اللي كان عم بيصير. وتخيل قديه في استباحة لجيوب الناس. طب كيف بدك اياهم يقبلوا؟ بالنتيجة انا مش مني ساعي مشان يرضوا اصحاب المولدات على قراري ولا لا، مش هيدا هدفي. ان الرديو كتير منيح، ان ما رديو كمان كتير منيح. لا، ما رديو عمهلهم. لا مش مشكل اذا ما رديو، مش مشكل يعني كمان. لا، لانه يبدو انك ما بعرف هيك يستشف من ادائك ومن تصريحك انه عامل سياسه ترهيب وترغيب، يعني عم بترغبهم في مكان ما وعم بتقولهم انه النقاش مفتوح وفينا نكفي انما التزموا، وبالمقابل عم بتهدد في مكان ما باخراج ارانب قد يعني من جيبتك بمراحل معينه اذا هن استمروا بالتصعيد. نعم، اولا اكيد اليوم نحن عنا عده وسائل ان شاء الله ما نستعملها لنفرض هيبه الدوله. شوف اليوم مش هي معركه بس عدادات، هي معركه هيبه الدوله اللبنانيه. اليوم اذا نحن نجحنا ولح ننجح، انا باكد لك هذا الموضوع، كل قرار الدوله اللبنانيه بدها تاخده من بعد هذا القرار له غير معنى عن القرارات اللي قبل. مشان هيك عم بقول لك شو الفرق. الفرق انه اليوم من بعد ما يتنفذ هذا القرار ثقة المواطن بالدوله كمان رح تزيد، رح يصير في نوع من ربط وبين الدوله وبين المواطن، لانه المواطن صار بحس انه الدوله حده والدوله ما عم تتخلى عنه، وبنفس الوقت الدولة عم بتحس انه المواطنين كمان واقفين وكمان عم بيعترضوا. لانه لنرجع مثل حديثنا بالاول، في مثل بقول الطفل يلي ما بيبكي ويعيط امه ما بتطعميه. الدولة هي الام. نحن اليوم اخر شيء ليه نحن قلنا انه انه المواطن يلي ما بده يركب عداد بيعمل بياخذ يعني شيء خطي، بيكتب شيء خطي تصريح وبيروح بيعمل، وصاحب المولد بفرجي هالتصريح للمراقب اللي عم بيجي لعنده. اليوم في كلام كان عن انه اصحاب المولدات بلشوا يقولوا لبعض المواطنين انه انا حقطع عنك الكهرباء اذا بدك تركب عداد وانت اصطفل. لا، هيدا انا اذا بعرف انه في حدا عم بيهدد المواطن رح انا اتصرف معه بغير طريقه. ممنوع صاحب مولد يهدد المواطن، ممنوعه. هلا انا بدعي كل المواطنين من هلا من شاشتك انه يروحوا يتوجهوا لاصحاب المولدات ويقولوا لهم نحن بدنا نركب عداد، ويل المواطنين يلي ما بدهم يركبوا عداد. اذا ما بدك تركب لنا عداد نحن المواطن في يلي ما بده يركب عداد، في منهم ما بده، في ما بده، بس اللي بده في يقول له لصاحب المولد انه نحن بدي انا تركب عداد وانا في بظهري وزير الاقتصاد.
في بظهر الدولة مش وزير الاقتصاد بس بالمعلن بالمباشر وزير الاقتصاد. وزير الاقتصاد أنا عم بحكي مع المراقبين على الأرض عم بحكي عم بيحكوني كل يوم إذا يعني على مدار الساعة وما عم شوف في مشاكل يعني هذا شيء إيجابي. أنا عم بقلك إنه العدد الأكبر من أصحاب المولدات متفهمين ومتجاوبين كانوا بس وأنا يمكن كنت لو كون محلهم يمكن كمان ما كنت صدقت إنه الدولة رح تكون حاسمة بفهمهم لحد لأنه هيدا الترند إنه الدولة منا بس اليوم خلص شافوا إنه هذا الشيء مش مثل ما تعودوا يشوفوه مشان هيك بلشوا يمكن في منهم بعد مش مصدقين إنه بهيدي الجدية منهم مصدقين إن شاء الله شو بتقلهم قبل ما نطلع فاصل شو بتقلهم عنده الاجتماع بكرة أصحاب المولدات ملاك هذه المولدات شو بتقلهم بكرة لهذا الاجتماع أو بتوجه لهم رسالة عندهم اجتماع شامل لكل أصحاب المولدات بالحبتور ماشي بقلهم إنه طبقوا القرار لأنه بالنتيجة هن جزء من الدولة هن جزء مثل الناس هن جزء من الدولة لما الدولة تاخذ قرار بتنظيم قطاع معين لو كان غير شرعي يلتزموا وبقول لهم كمان انه مثل ما حكينا انه انا مستعد اذا في اي انا من اول نهار قلت لهم بالنسبه للتسعيره اذا تبين انه في اجحاف بمكان ما نحن مع وزاره الطاقه رح نعيد النظر بهذا الموضوع كنت وراء التسعيره الجديده من 340 ل 410 كيلو وات في ساعة. ايه اكيد نحن وزاره الطاقه عم ننسق يعني بعد في امكانيه ترفعوا لهم للمبلغ اللي هن بدهم يعملوا بيحكوا ب 570 كيلو وات للساعه ليك نحن اليوم على هذا السعر وزاره الطاقه هن الجهه المعنيه اللي عندهم الخبره انا ما بعرف بس حسب ما انا عم بطلع من وزاره الطاقه على هذا السعر بتوصل ل 450 بالضياع لانه في هامش 10% مع بعض الضوابط يعني اليوم انا مضيت قرار جديد اليوم بعد ما صار بالاعلام انه لهم حق المولدات يطفوا للبلديات اما للطرقات اما للمغافر يلي ما عم يدفعوا يعني اليوم البلديه ام المغفر هل هذا الموضوع اللي عم تحكي فيه هو احد اسباب اجتماعك غدا مع وزير الداخليه نهاد مشموق عندك لحظة اجتماع بالغد معه لحظه نحن اليوم من الملاحظات يلي ابدوها اصحاب المولدات معهم حق فيها انه يا اخي عم بيقول لي انا عم بدفع عم بعطي للبلدية وما عم بياخد منه المصاري بقى هلأ طلعنا تعميم البكرة رح يطلع بقول انه البلدية والمغفر هي مثل حيالة زبون تاني مثل حيالة بيت لازم يدفعوا لصاحب المولد اليوم بالمقابل نحن عم نضبط السعر بس ما في صاحب المولد بقى ما عنده بقى الخيار او المارجن الربح لا يقدر يعطي البلدية أنا مضطر أطلع فاصل بالنسبة للقائك بكرة مع وزير الداخلية بشو يتعلق بالضبط أو هو بس للمواكبة والمتابعة إيه نحن اليوم في شغل كتير كبير لوزارة الداخلية والبلديات يعني بالنتيجة نحن طلعنا القرار وعنا مراقبين بس في بالدرجة الأولى البلديات هن المعنية مشان هيك الوزير مشنوق عم ننسق معه وكمان المؤازرة الأمنية يعني من ميلتين في تعاون يعني مغطي حالك من كل الجهات مشاهدينا بعد الفاصل نواصل هذا الحوار مع وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال رائد خوري ونسأل عن آخر المستجدات الحكومية هل من خطر على الليرة اللبنانية لماذا ارتفعت الفوائد سادر وتطبيقاته ونكمل عن مسألة المولدات هل البلديات متواطئة وهل هناك كان صفقات للعدادات التي ركبت بعد الفاصل مشاهدينا احييكم مجددا ونستكمل هذا الحوار مع وزير الاقتصاد بحكومه تصريف الاعمال رائد خوري مزيد من الاضاءه على المولدات ونهايه المهله وتركيب العدادات ثم ننتقل الى بقيه المواضيع الحياتيه والحكومه طبعا معالي الوزير البلديات في كلام عن تواطؤ رؤساء بلديات اعضاء بلديه مع اصحاب المولدات امر سابق وقديم ومزمن هل عندك اي معطيات حول هذا الموضوع واذا تبين لك شيء كيف حتتعامل معه عم كون ملف بهذا الموضوع عم بتبين مع يعني عم شوف انه بعض البلديات عم يتواطؤوا صحيح
وهودي رح اطلع لما يتكون عندي الملف رح اطلع احكي فيهم بالاعلام بالاسماء بالاسماء رؤساء بلديات نعم اعضاء بلديه نعم في اكبر من هيك ما بعرف نواب مناطق لا 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 عم بحكي بلديات انا بس في هيدا التواطؤ يعني حتفك الارتباط اذا كان موجود بين اي بلديه واصحاب مولدات طبعا يعني اليوم اذا في بلديه عم تتواطأ مع صاحب مولد رح اطلع بالاعلام قول هيدي البلديه مش اذا في عم بتقول انه عندك ملف يعني ملفات في نعم في في عندي بعد بلش يبين عده مع المراقبين عم ببين معي في تواطؤ على ذكرك للمراقبين ححاول بلش مرق يعني بعض الاسئله للتواصل الاجتماعي ماريا العمري بتسالك كيف حتتعامل الوزاره مع المراقبين والمفتشين اللي بغضوا النظر عن بعض المخالفين اصحاب النفوذ ما بعتقد رح تصير لانه انا بعرف المراقبين اللي عندي يعني بستصعب واذا في حاله من هالحالات يعني انت بتعرف ال100 مراقب مفتش هول بتعرفهم بالشخصي عندك ثقه فيهم كلهم عندي ثقه فيهم باغلبيتهم اختبرتهم وبعرف عنهم هلا اكيد في ناس يمكن ما بعرفهم بس اذا اكتشفت حاله من هيدي الحالات اكيد رح اتعامل معها يعني اليوم ما في يكون من اهل البيت عندي حدا ما عم يشتغل شغلته مزبوط وما عم بيقوم بواجبه وقال ما بتوصل على محل وقال اكيد ما بوصل عنها هلا عامل نظام انا مراقبه على المراقبه بقى هيدا بالمخابرات بيستعملوا هذا النظام المراقبه الهايركي يعني حدا وانما يعني انت يمكن مضطر في مكان ما بالجو العام اللبناني انك تمارس هذا الامر لتقدر توصل لنتيجه اي اكيد يعني هذا شيء من بديهيات المراقبه يعني البديهيات المخابرات لانه مراقب فوق مراقب فوق مراقب وان كان الامر هيك يعني بيتاخد بجديه اكثر وبتوصل فيه لنتائج ميمي ملوك بتسالك ليش الدوله ما بتجيب كهرباء 24 ساعه ومين هن اصحاب المولدات مين هن يعني كجهه هل يمثلوا جهه ما هل انت لما تجي يعني تفوت على هذا القطاع كانك عم بتضر بمصالح يعني طرف معين مافيا معينة صرت بتعرفها لا اولا ليه ما بتيجي الكهرباء 24 ساعة هيدا موضوع طويل عريض نقعد كل الحلقة بنحكي فيه باختصار موضوع الكهرباء 24 ساعة هيدا قرار تاخده الحكومة مجتمعة الحكومة باحزابها الممثلة فيها وهون الصعوبة مثل حيالله شيء بلبنان بده قرار حكومة وبهالحجم بصير فيه مشاكل بصير فيه تعرقل لأسباب سياسية مادية وغيرها مشان هيك نحن الاقتراح اللي اقترحناه بوزارة الطاقة هلأ وقبل والخطة كل العالم تعرف انه تواجهنا بعدة عرائيل يعني وغير منطقية السبب الوحيد انه طب اوكي اذا مش قبلانين بهالخطة عرضوا لنا خطة تانية لنناقشها بس المعارضة والتعرقل مشان بس تعرقل هذا شيء ضرنا ضر العهد ضر الناس ضر الاحزاب ضر كل شيء سؤال بقى هيدا مش بايدي انا بايدي انا كوزير اقتصاد هو اقدر نظم هذا القطاع اكيد الهدف الاساسي انه لو تنظم هذا الامر بشكل مؤقت على امل انه ينحل هذا الموضوع اللي بده اكبر هو الهدف انه نجيب الكهرباء الدوله مسؤوليه تجيب الكهرباء بس هلا نحن بالوقت الحالي لنقدر نوصل لهذا الهدف افترض بكره صار في مناقصه وصار في رح نبلش بدها 3 سنين لتخلص من هول 3 سنين شو بنعمل وهيدا اللي عم ينحكى اصلا انه بدك بسنتين ثلاثه على الاقل لبناء معامل ولا هذه الامور كلها لتامن الكهرباء ما في جهات سياسيه انا حكيتني ورا ولا حدا ضغط عليك لا ولا 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 حدا ابدا ولا حدا. السؤال الاخير اللي بدي اسالك اياه لحاول استفيد من وجودك معنا عن الحكومه والتطورات الحكوميه الاخيره وكل هذا الوضع في لبنان العدادات بتسالك ريم فياض مين المستفيد من صفقه العدادات ليه الدوله ما تعمل على ايجاد حل جذري لملف الكهرباء بدل فرض شروط وقيود على اصحاب المولدات ومن واجبات الدوله تامين الكهرباء وليس القطاع الخاص طبعا رديت على جزء كبير من السؤال ولكن عن موضوع العدادات موضوع العدادات انا لا اتحاشى هذا الموضوع لانه انا بعرف ان اصحاب المولدات بدهم يستعملوا كل شيء فيه سلاح عندهم اياه من اكاذيب ليجربوا يعرقلوا مشروع العدادات وحده منهم انه في صفقه عدادات
وأنا عارف أنه ما رح يوصلوا لهون ويحكوا، مشان هيك دعيت كل التجار يلي بيشتغلوا بالعدادات وقلنا لهم بلغناهم أنه قرار رح يصير نافذ بعد كم شهر، تفضلوا روحوا جيبوا عدادات، ووسعنا لهم بكار العدادات لأنه صار يعني ما حصرناها. يلي بس راقبتوا هذا الموضوع يعني شفتوا من اللي فوت عدادات على البلد قد ايه الاسعار؟ في جهة في معهد البحوث، في لبنور، في جهات معينه بيتاكدوا من المواصفات المعينه ليفوتوا على لبنان. بقى نحن معظمهم صالحين ليكونوا عدادات. بس اقول لك اللي بده يعمل صفقه بيعمل شغلتين. اولا بيحدد نوع العداد بماركة معينة بيكون هو جايبها، صحيح. وبيعمل شغلة تانية، ما بيخبر انه اذا في نقص بالسوق ما بيروح بيشجع التجار يجيبوا عدادات، هو بيستفيد بيروح بيجيبهم. نحن هالشغلتين حرصت من الاول يكونوا شفافين، دعينا التجار كلياتهم يجيبوا، وفتحناها لعدة انواع يعني عدادات. بس مزبوط انه الهامش يعني ضلوا بين 15 و 20 دولار للعداد الواحد، مش اغلى من هيك؟ لا لا لا، انا عم بيجيبوا لي اياهم ب 12 و 15 و 10 عم بتاجر فيهم معليك؟ اوه لا يعني عم بيجيبوا لك هذه العدادات. ايه جيبوا لي اياهم، هذا الصغير يعني الالكتروميكانيك الاول شيء سعر صغير وهذا، وثاني مطابق لمواصفات وزارة الطاقة، وحتى الثاني اللي هو مطابق هو مش الكتروميكانيكال، ميكانيكال كمان حجمه اكبر وكمان دقيق وكمان منيح، وحر صاحب المولد يستعمل بده اياه، او حر كمان المواطن ينقي، وحق المواطن لانه اخر شيء المواطن هو اللي حيدفع حقه. لا صاحب المولد عم يدفع حقه، او بقسط له اياه، او اذا المواطن دفع حقه المواطن اذا دفع حقه قبل، نحن طلعنا تعميم اذا دفع حقه قبل بقسط له بشله من الحساب صاحب المولد. يعني منا مسألة عويصة إذا سعر المولد بالنسبة للفواتير يعني سهل كتير. مزبوط. إذا بدنا ننتقل لنحكي عن الحكومة، آخر التطورات من ساعات كان رئيس المكلف سعد الحريري عند رئيس الجمهورية بعبدة، بعد شهر تماما على الصيغة اللي سلموا إياها بثلاثة أيلول، اليوم بثلاثة تشرين أول، هل هناك حسب المعطيات والمعلومات عندك صيغة جديدة قدمها رئيس الحريري للرئيس عون؟ ما بعتقد قدم صيغة كاملة يعني أنا حسب معلوماتي، بس أنه عم بنجرب يعمل خرق بالعقد الموجودة يعني ببعض الحقائب. بس على حد علمي بعد ما في يعني حل للموضوع. المعلومات الأولية بتقول أنه ما حدث خرق بالمضمون وأنه مجرد الزيارة كان الخرق شكلي، هل صحيح هذا الكلام؟ بعتقد مزبوط، بس المجرد يصير فيها المحاولات وهذا يعني كسر الجليد، هذا بحد ذاته بيخلق ديناميكية. يعني أنا مع كل هذا اللي صار اليوم ونتائجه اللي يعني سمعنا تردداتها أنه ما كانت إيجابية جداً، أنا إيجابي لأنه أنا بعتقد هيدا النمط رح يودي إن شاء الله بالمدى القريب لإنتاج حكومة. يعني خلافا لرأي كتلة لبنان القوي أنه مش كتير في إيجابيات، أنت إيجابي؟ أنا إيجابي لأنه في تطور بالمواقف، وفي إذا بدك عم يتقاربوا مع وجهة النظر الأخرى بتقول أنه الأمور رايحة على تعقيد أكثر، سيما مع كلام رئيس الجمهورية بعد عودته من نيويورك وكلامه مجددا عن حكومة أكترية. ما بعتقد. لا. هل برأيك خيار حكومة الأكترية بعده وارد بذهن رئيس الجمهورية؟ هلا وارد في حال تعرقلت الأمور على بأقصى الحدود، أكيد بالنتيجة هو رئيس جمهورية بده يمشي البلد، بس ما بعتقد بالحقيقة أبدا رح نوصل لهون. الصيغة اللي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل على القوات اللبنانية من خلال الرئيس الحريري، قيل إنها تعطيهم نائب رئيس حكومة ووزارتين عاديتين، أو واحدة منهم خدماتية وواحدة عادية ووزارة دولة، وقد رفض هذا الأمر، ماذا بعد؟ بقول لك يعني هون بالتفاوض، بس وتيرة التفاوض بدها من هلأ للأيام اللي جاية تتسارع،
لنوصل لحل. ايام اللي جاي معاليك ولا الشهور اللي جاي؟ لا ولا انا بعتقد ايام يعني بعتقد ايام واسابيع قليله ماكسيموم. بالنسبه لوضع الليره اللبنانيه والخوف على النقد، حضرتك يعني رجل اعمال قبل ما تكون وزير، وعندك تطلع ومعرفه دقيقه بالاوضاع الاقتصاديه ان كان بالقطاع الخاص او القطاع العام. كل الكلام هذا والتخوف المتنامي من اللبنانيين على وضع عملتهم النقديه، شو برايك؟ هل هو محق ام انه مبالغ فيه؟ لا مبالغ فيه، مبالغ فيه. اكيد الوضع منه جيد اقتصاديا وماليا، بس مبالغ فيه لانه عندنا مقومات كبلد اقتصاديه كثير كبيره، بس انه الشرط انه نقدر نسلك الطريق المضبوط. يعني انا الهواجس عند الناس بفهمها لانه في مشاكل معضله بعد ما تلاقي لها حل بلبنان. اولا الكهرباء اللي عم تكلف الدوله اللبنانيه مليارين دولار. ثانيا مواضيع البيئيه اللي كمان بعد ما تلاقي لها حل شامل. وبعدين المشكله الاساسيه هي بتضخم حجم الدوله نسبه للاقتصاد، اللي هيدا بسبب سلسلة الرتب والرواتب. نعم بسببين، اولا بسبب التوظيف العشوائي مع السنين الماضية والسلسلة الرتب والرواتب. مظبوط انه تم توظيف 5000 موظف فقط قبل انتخابات نيابية خلافا لان كنت عهدته كحكومة بتوقيف التوظيف. 5000 واحد ما بعتقد، لانه نحن بمجلس الوزراء يعني ما اعطينا 5000 واحد بقوى الامن. لا من ضمن الاسلاك العسكريه، لا الخدمه مدنيه واسلاك عسكريه، يعني بالقطاعات كلها سوا. مش تغري، لا هلا بخلال هالحكومه صار في توظيف. وانا وتكثف قبل الانتخابات، كان في توظيف انتخابي؟ لا ما في توظيف انتخابي، لا بس بخلال الحكومه، مع انه الحكومه اخذت قرار بعدم التوظيف انما صار في توظيف. وانا شخصيا كنت ضد، لانه ما بيقوم بلد مثل لبنان على اقتصاد حر مبني على القطاع الخاص على انه تقدر تدحش فيه مثل ما بيقولوا هالكلمه كميات مع الاثقال اللي بتضيفها على كاهل على الدوله والقطاع. لانه المشكله وين؟ انه لما مشينا بالسلسله انه على اساس نعطي حقوق مكتسبه ل قطاع العام ونرضيه، رحنا شو عملنا؟ ضرينا كل اقتصادنا وضرينا القطاع الخاص اللي هو اكبر، وكبرته القطاع العام على حساب القطاع الخاص اكثر، وهو اقتصاده هو اللي امالنا معلقه فيه على حساب القطاع العام. لانه القطاع العام وقت تزيد معاش شخص بالنتيجه، لانه انت دوله ما عندك مصاري عم تضطر لتمول هيدا، يا تتدين اكثر يا ترفع الضريبة، بتضرب بمحل قطاع معين. حضرتك كنت من الناس اللي ذهبت بالوفد الاقتصادي اللي على رأسه كان رئيس الحريري لسادر، و يعني المؤتمر اللي أعطي فيه لبنان 11.8 مليار دولار دعم، ولكن على شكل قروض وقروض ميسرة وبفوائد يعني ليست كبيرة، ولكن يقال وهذا الشيء علني انه كله مشروط وانه ما قدرتوا لحد الان تحققوا اي من شروط سادر لتنطلقوا بسادر نفسه بمشاريعه. يعني ايه كان مشروط، طبعا كان مشروط، واهم شرط واصعب شرط عندهم اياه انه ننزل العجز الدولي بالنسبه للناتج القومي من 10% ل 5% على 5 سنين. وهذا الشيء جربت انا بالمفاوضات هنيك انه ما يكون مكتوب ملزم، يعني ايه بحجر، يعني ايه انه يكون في تمني او شيء، واذا رفضوا وحطوه كانوا مصرين. هيدا هلا في مشاريع قوانين قطعت بمجلس النواب كمان لتشجيع القطاع الخاص وغيره، وبعض القروض في عده قوانين كمان فينا نحن بالمدى القريب نقرها كمان هيدي من
متطلبات مؤتمر ساد. ولكن كل القوانين هذه اللي عم تقر بجلسات تشريع الضرورة هي بحاجة لمراسيم تنفيذية لحتى تصير نافذة ويعمل فيها. هل أنت من هذا الباب مع ما طرحته القوات اللبنانية مؤخرا لعقد جلسات ضرورة للحكومة على غرار تشريع الضرورة بالمجلس؟ ليك أنا معلش لجاوبك على السؤال بدي أقول لك أنه لشو بدنا نعمل هلأ جلسات؟ حدا يقول لي ليه؟ لتباشر على الأقل باللي قريته بمجلس النواب لتعمل له مراسيم تنفيذية وتمشي فيه. طيب أنت برأيك أنه صار هلأ كل أمالنا نحن اللبنانية أنه ناخد هال 11 مليار على 8 سنين يعني مليار ونص بالسنة بقروض مدعومة هذا اللي حيحل لك مشكلتك؟ لا بس على القليل بيخليك يعني تخرج من غرفة العناية الفائقة وما لح تخرج لوحدها. أنا بأكد لك إذا ما صار في إصلاحات جوهرية باقتصادك ما لح تقدر تطلع من أزمتك الاقتصادية. مشان هيك نحن جينا قلنا لهم أول شيء بدنا نعترف أنه هيكلية اقتصادك بنيتك غلط. صحيح هيدي متفق بدك عليه. تشخصها بس الحل مش بسادر لوحده. سادر لوحده بأمن لك مليار ونص بالسنة مشاريع إنما اليوم إذا ما بتعمل ماكنزي قال لك إنه الحل بوقف الهدر والفساد وقال لك الحل بتشريع الحشيشي وقال لك إنه الحل بالتافي آه 15% لا 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 مين قال لك أولا بدنا نعترف شغلة إذا أنت ما بتوصل لاقتصاد منتج أنت بالنتيجة ما عم تعمل شيء عم تكب مي بالسلة. حتى سادر المصريات بيعطوك نفس بالمدى القصير بترجع بتوقع لنفس المشكلة اللي عندك إياها. لكن نحن بثلاثين سنة ما خططنا لنعمل اقتصاد منتج. أي بلد بيقوم بعجز تجارة 18 مليار دولار يعني أنت نستورد بعشرين مليار ومنصدر بمليارين كيف بدك أنت كنا نسكرها هيدي بأموال المغتربين اللبنانية اللي يجوا يحطوهم هون بس ما بأموال المستثمرين والمستثمرين الخليجيين بس ليك يعني المصاري اللي عم تيجي عم بتروح ل ل لاستيرادك البضائع من برا ب 18 مليار. هيدي الفورمولا هالمعادله ما بقى ماشيه ومنا قابل للحياه. اذا كنا بدنا نمشي البلد بيسلك درب مختلف تنموي استثماري حقيقي 100%. مؤتمر سادر وما شو هو مؤتمر سادر؟ هو قروض مدعومه لبناء بنى تحتيه بلبنان. البنى التحتية إذا ما ترافقت مع قطاعات منتجة عود بسلينتك. بنرجع منكرر غلطتنا اللي عملناها من 20 سنة وبنرجع بنعمل نفس المشكلة. وإن كان من 20 سنة كان عندنا مقومات أحسن بكتير من هلأ الموجودة. من 20 سنة كان دينك غير هلأ كان فيك تحمل. بعدين كان دول عربية وضع أحسن ودول أفريقية وضع أحسن كان عم بيجي أموال أكثر وكانت علاقتك فيها أحسن وكان ما في مشكل بسوريا وكانت الحدود مفتوحة وكان الفوائد برا بأمريكا 1% ونص اليوم الفوائد بأمريكا اليوم رايحة على 3.4% واتجاهها لزيادات. معناتها كل نقطة بتزيد برا الفوائد انت بتزيد نقطة ونص نقطتين بتضربها على 85 مليار. عمول حساباتك يعني نقطة ونص فوائد على 85 مليار هاي مليار ونص قد سادر بهاي الحالة قد سادر صحيح. بالسنة صحيح يعني عم تتخيل قديه يعني وكيف بدك تواجه هالامور كلها بظل حكومه تصريف اعمال. سؤال اخير مع الوزير النقد في لبنان هل انت متخوف على الليره؟ هذه اللقاءات كان اخرها اليوم لقاءات متكرره لحاكم مصرف لبنان اللي مع رئيس جمهوريه مع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس النواب كل هذه ظهوره المتكرر والدائم بالفتره الاخيره بلش يحسسنا انه فعلا في خطر. لا ما لها علاقه ظهوره المتكرر لانه هو بالاصل بزور كل فترة من أول ما يعني تجدد له. ولكن في تكثيف لهذه لا ما في الزيارات ما في تكثيف صرنا عم نشوف الحاكم يعني عم يتحرك بين الرؤساء ثلاثة كل أسبوعين بيزور فخامة الرئيس وكل أسبوعين بيبرم على الرؤساء التانيين. هيدي مش من هلأ من قبل صحيح بس هلأ نحن صرنا عم نشوفها أكتر يعني صرنا عم ننتبه لك لأنه في مشكل بس هو ما غير نمط زياراته يعني هيدي بدي ما بحب نوضحها. لكن ما غير نمط زياراته ولكن زياراته عم بيبدي فيها تخوفه بشكل أكبر. لا ولا مرة طلع حاكم مصرف لبنان وقال أنه هو خايف أكثر من قبل. هو عم بينبه أنه يا جماعة أنه أنتوا كدولة شكلوا حكومة وبلشوا اشتغلوا مش بس شكلوا حكومة
وما بقى تصرفه مثل ما كنت عم تصرفه قبل، ما هو حق. يعني نحن اليوم أنا من نفس وجهة النظر، أنا برأيي نحن لازم نفوت بعصر التقشف كلبنانية، ولازم نعيد الدراسة وعيد النظر بكل اتفاقياتنا التجارية مع الدول بوضع استثنائي مثل وضعنا اليوم. نحن ما بقى فينا نخلي هيدا العجز التجاري ب 18 مليار، هيدا عم بيجي كل سنة بدك 18 مليار عملة صعبة لتموله، ونحن عايشين بطريقة صرفنا وبطريقة حياتنا كأنه ما في شيء، ولسنا مستعدين لتحمل مزيد من الضرائب والإجراءات المؤلمة على مستوى الشعب. الضرائب لازم تكون على الاستيراد، لا أول شيء لنفوت مصاري على الخزينة، تاني شيء لنخفف العجز التجاري، ولازم نتقشف، ولازم ما بقى نوظف بالدولة، ونعيد النظر بالنظام التقاعدي، نظام التقاعد اللي بيحمل الدولة الكثير من الأعباء. يلي لحديث اليوم بعد أنا ما عندي الرقم، أنا وزير اقتصاد ما عندي الرقم يلي هو ادى عبء هذا العبء على على الدولة اللبنانية، ادى liabilities يعني ادى التزامات، حجم الالتزامات الدولة اللبنانية تبع المعاشات التقاعدية، ما عندي رأي. ونبقى على أمل أنه تنفذ كل هذه الأمور والإصلاحات. وبدي أشكرك مجددا معالي وزير أدخوري وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، وإن شاء الله بنلقاك بالفترة المقدمة بوضع يكون في تحسن اقتصادي ونمو واستثمار بلبنان. شكرا لك. مشاهدينا بعد الفاصل أستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والخبير الاقتصادي غبريل نسيب غبريل بعد الفاصل للحديث عن آخر التطورات الاقتصادية والسياسية بالبلد. مشاهدينا مجددا بحييكم، وانضم إلينا بالاستوديو الخبير الاقتصادي نسيب غبريل وأيضا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر. مساء الخير أستاذ نسيب. مساء الخير أستاذ بشارة. بدي بلش معك هيك بشكل عام وبتاريخ اليوم بالضبط، كيف شايف الواقع العمالي والعملي في لبنان؟ الواقع العمالي إلى تقهقر مثل الواقع الاقتصادي. كنا عم نحكي هلا عن الفوائد، وقت اللي بينعطى فوائد 13 و14 و15 وكانه عم نقول للاقتصاديين اللي عم يشتغلوا بالاقتصاد واصحاب العمل مستثمرين، ما بقى تستثمروا بشو ولا شيء، حطوا مصرياتكم بالبنك ان كان لبناني او دولار، وبالتالي بنلاقي انه المؤسسات حتما والمصانع رح تتراجع، في منها رح يفلس، ورح ينعكس هالشيء سلبا علينا نحن كعمال، وهذا بلش ينعكس. يعني صرنا فتره نحن بنعاني طبعا في بحدود 388 معمل باخر ومؤسسه سكروا بهالمرحله الاخيره خلال قد ايه من الوقت؟ خلال الشهرين الاخيرين؟ لا بهالثلاث سنين. بثلاث سنين كان في شي 88 معمل، وعم ينعكس سلبا هيدا على الطبقه العامله اللي عم بتعاني بالاساس كمان من اليد العامله الاجنبيه، وعدم وجود حلول. يعني عدم وجود حلول لانه ما في هيئات رقابيه، في غياب شبه تام للدوله بدءا من وزارة العمل ووزارة السياحة، وهذا ناتج من والهيئات الرقابية تفتيش المركزية اللي مفترض تفتش على العمال الأجانب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العدد المفتشين والمراقبين قليل جدا على عكس ما يشاع انه الإدارة محشية موظفين. بجولتك مؤخرا على رؤسة ثلاثة، هل وضعتهم بواقع الحال اللي عم نحكي عنه؟ أكيد، وعبر مذكرات خطية، وكان في إلنا جملة مطالب من يعني كنا نحن شوي اقتصاديين وصناعيين أكثر من الصناعيين. تلمست تجاوب؟ يعني التجاوب بالحكي بنسمع تجاوب على أرض الواقع، يعني نحن صارنا 5 أشهر بدون حكومة، كرمال هيك رفعنا الصوت عاليا بالاتحاد العمالي العام مع كل الهيئات الاقتصادية والمهن الحرة، الكل تجاوب وحضر، وكان في نبرة عالية، وبعتقد انه النبرة راح تطلع اعلى كمان لانه الشعب ما بقى يقدر يتحمل هالوقائع بظل، خليني اسميها، لا مبالات وبالمعاناة اللي عم يعيشها بواقع الشعب ومعاناة اليومية كبيرة عم يعيشها يوميا،
وما في بوادر حلول مستقبلية، مش عم نشوف بوادر أي حل. أستاذ نسيب غبريل، كخبير اقتصادي ومصرفي ومطلع على هذه الحالة الموجودة في لبنان، كان عندنا صرخة اقتصادية من أيام لأول مرة يجتمع فيها الاتحاد العمالي العام بنفس الخانة ويضع نفسه بنفس خانة الهيئات الاقتصادية. هذه الصرخة والوثيقة اللي طلع فيها من بعده، هل برأيك ستسمع لدى المسؤولين وإلا نحن لوين رايحين؟ مفروض تسمع من المسؤولين. متفضل أستاذ بشارة، يعني اليوم وصلنا لمرحلة أنه المواطن اللبناني هو أكبر عامل ضغط على المسؤولين. لازم يكون في كمان وضع لا مبالاة بصراحة، يعني 5 أشهر بدون حكومة، خلاف على الحصص وعدد الوزراء وأي وزارة وأيها سيادية وأيها خدماتية، هذا مش مقبول بوضع اقتصادي نحن عم نمر فيه حاليا. بس الوضع الاقتصادي ما بلش وقت اللي بدأ الفراغ الحكومي، يعني في قرارات اتخذت هذيك السنة أدت اليوم لهالتباطؤ الاقتصادي لنسبة نمو 1.3% متوقع تكون بال 2018. يعني في شيء غير مسألة سلسلة الرتب والرواتب؟ اي طبعا في الضرائب يلي انزادت، والرسوم يلي انزادت، والضرائب يلي فرضت. نحن صلنا ل 2011 باقتصاد عم ينمى بأقل من 2% سنويا، مقارنة مع معدل سنوي بلغ 5.5% بين 2001 و2010، ومعدل سنوي بلغ 9.2% بين 2007 و2010. بس مش معدلات النمو العالمية هي أصلا متراجعة؟ بس هذا ما له علاقة بشكل مباشر وأساسي بتراجع النمو بلبنان. ارتفاع الضرائب بدل إعطاء حوافز للقطاع الخاص، للشركات، للمؤسسات من كل الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لا تستعيد يعني العمل بالمشاريع يلي توقفت مع بدء الفراغ الرئاسي وشلل المؤسسات، إعطاء حوافز لاستقطاب استثمارات، ما بدي أحكي أجنبية، استثمارات من الاغتراب اللبناني، توسيع شركات محلية، توسيع أشغالها، إنشاء شركات جديدة. وين إنها الحوافز؟ بالعكس زدنا الأعباء التشغيلية عن كاهل القطاع الخاص، يلي أصلا هذه كان لازم تكون أولوية المسؤولين، تخفيف الأعباء التشغيلية عن كاهل القطاع الخاص لا يقدر يتوسع ويستثمر ويقدر يخلق فرص عمل ويرفع نسب النمو. يعني عملناه بالعكس تمام، يعني صار في إعادة توزيع للدخل الهائلة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، من قطاعات إنتاجية إلى قطاع متضخم، عكس النموذج الاقتصادي السليم متضخم وعبء، صار للأسف بقول القطاع العام صار عبء على الاقتصاد بدل ما يكون شريك مع القطاع الخاص لمصلحة المواطن. وتيكتمل النقل بالزعرور مثل ما عم بيقول الأستاذ بشارة، جيتوا كبنوك وكهيئات بنكية عليتوا الفوائد لأنه يعني هدفكم بتصنفوه هدف نبيل وهو الحفاظ على النقد والليرة اللبنانية، ولكن بهاي الحالة عملتوا شلل بالحالة الاستثمارية والقروض المطلوبة يعني المواطنين ليفتتحوا مؤسسات ليعملوا شغل. أولا قبل ما نحكي بزيادة الفوائد، حسب مسح أجراء المنتدى الاقتصادي العالمي للمدراء التنفيذيين للشركات بلبنان، بيسألون هيدا صار بال 2017 شو هن أهم عوائق لعملهم بلبنان. أول عائق هو الضبابية السياسية، ثاني عائق الفساد بالقطاع العام، ثالث عائق ترهل البنى التحتية، الرابع عائق المعاملات البيروقراطية والروتين الإداري مع القطاع العام وكلفة المعاملات والوقت اللي بياخده. خامس عامل هو عدم وضوح السياسات المالية والاقتصادية. خامس عامل التضخم، وسادس عامل هن الضرائب. يعني ملاحظ ما في هون فوائد بين العوامل اللي اعتبروها المدراء التنفيذيين هن عائق أمام أداء أعمالهم. أما ليش ارتفعت الفوائد؟ السبب الجوهري لارتفاع الفوائد بلبنان هو استمرار العجز بالموازنة، وبحالة 2018 تفاقم هالعجز من وراء هالقرارات، يعني قرار من ميلي إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل الإصلاح الإداري بالقطاع العام وقبل إصلاح نظام التقاعد بالقطاع العام، ومن تاني ميلي زيادة الضرائب يلي أدى إلى نتائج معاكسة، أدى إلى عدم زيادة المداخيل الضريبية إلى الخزينة قد ما كان متوقع، وهيدا شغلة بديهية، يعني بس تزيد ضريبة على أي قطاع، ونحن زدنا الضرائب على الاستهلاك وعلى الدخل وعلى الأرباح بفرد مرة وبنسب مرتفعة نسبياً، أدى إلى أولاً تراجع دخل الشركات والأفراد
معناتها تراجع ان كان الاستثمار او الاستهلاك. اجت يعني مساله الفوائد وارتفاع الفوائد هي بكعب الليست اللي حضرتك ذكرتها انه بالنتيجه صار في ارتفاع ما كان في نسبه فوائد بهيدي الليست صحيح. وحل لك هيدي ولكن استجدت وصار في استجدت هلا بهذا الواقع والموجود وارتفاع الاسعار كيف الواحد يعني بده يكفي كحاله استثماريه في لبنان خصوصا مع غياب الاستثمارات الاجنبيه؟ ضروره اولا تطوير بيئه الاعمال ومناخ الاستثمار. نحن اليوم اذا بتشوف التنافسيه الاقتصاد اللبناني هي الى تراجع حسب مؤشر التنافسيه العالمي الصادر على المنتدى الاقتصادي العالمي. لبنان بالمرتبه 105 بين 137 بلد، يعني في 77% من بلدان العالم عندها مستوى تنافسي افضل من اقتصاد لبنان. تنافسيه اقتصاد لبنان تجي بمستوى تنافسيه اقتصاد اثيوبيا والسنغال وغانا، وبتتقدم بالدول العربيه فقط على موريتانيا وعلى اليمن. يعني هيدا الاقتصاد نموذج الاقتصاد الحر المبني على المبادره الفرديه والقطاع الخاص يلي بنعرفه بلبنان. حسب المسح السنوي للبنك الدولي عن بيئه الاعمال 70% من بلدان العالم عندها بيئه اعمال افضل من لبنان. الأولوية هي لتطوير بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري لرفع مستوى التنافسية الاقتصاد، وساعتها يعني بتخفف العباءة التشغيلية عن كاهل الشركات المحلية، وبتقدر ساعتها تنافس إقليميا وأكثر من إقليميا. بس هلأ بالوضع الحالي نحن بنشبه أثيوبيا والسنغال وغانا، يعني بنشبه أفريقيا. لأنه عندك بيئة أعمال ومناخ استثماري غير مؤاتي بسبب تأخر الإصلاحات على مدى سنين عديدة. استاذ بشارة، البطالة بلبنان اصبحنا عم نحكي عن نسب ما بعرف قديش مبالغ فيها لما بنقول انه في 40% نسبة بطالة. هل هذا نحكي شوي قبل عن مسألة سلسلة الرتب والرواتب لانه عم تتحمل اكثر ما هي بتتحمل. نحن ما بين 2012 وال 2017 زاد الدين العام 20 مليار، ما كان في سلسلة رتب ورواتب. سلسلة الرتب والرواتب محلها بعد ضمن سنة تعمل هالتداعيات التي نتكلم عنها. في وقائع على الأرض بتقول أنه في عنا تهرب ضريبي يصل إلى 5 مليارات دولار بالسنة. مين عم تهرب من ضريبة؟ أنا العامل فيني أتهرب من ضريبة ولا أنت الموظف فيك تهرب من الضريبة؟ من يتهرب من الضرائب؟ هذا النظام المالي البنوك هذا النظام المالي مش عم يتهربوا، ما فيهم يتهربوا. هذا النظام المالي اللي خلق كارتلات بالبلد واللي حكم البلد من 43 لليوم. مما يتألف هذا النظام المالي؟ مش مجموعة من الرأسماليين مع مجموعة من السلطة بكل اللي عددهم الأستاذ غبريل، كله الدولة تتحمل المسؤولية كاملة. مع مين؟ مع جزء من القطاع الخاص المتمولين بالقطاع الخاص. نعطيك مثل بسيط، عالم الاتصالات شو صار فيه بلبنان؟ اختلف. فينا نتصل على محل، مش تزاوج القطاع العام مع القطاع الخاص. صحيح. وكان نتيجته ادخال عدد هائل من الموظفين بتسوية معينة وعدم تطوير هالقطاع. من يقوم بهذه الأعمال؟ من يقوم بالتلزيمات بالطالع وبالنازل دون الرجوع إلى السلطات الرقابية؟ العمال ولا الاتحاد العمالي العام؟ من لا يتقيد بالقانون؟ من يعرقل القضاء؟ هذه كلها أمور يجب أن نأخذها بالحسبان. ما فيني أنا أعرقل القضاء ولا فيني أنا أتهرب. من يمارس التلزيمات على الأرض واللي فيها هدر وفساد كمان يصل إلى 4 مليارات دولار؟ أنا بأحد المقابلات مع الرئيس الحريري قلت له هالكلام، كان جاي من سادر ومبسوط انه 11.8 راح يجيب. قلت له عظيم، بس نحن كل سنه بدنا 11.8. عندنا تهرب ضريبي، ومن يقوم بهذا التهرب؟ عندنا مؤسسات مكتومه، نجي بنحمل هالشيء للقطاع العام. من هو القطاع العام؟ اذا انا اسال من هو القطاع العام لحتى انا افصلها للناس. القطاع العام هو القطاع العسكري اللي بيجي تقريبا كل القطاعات العسكريه بتطلع اكثر من الاسلاك العسكريه بشكل اساسي. الاسلاك العسكريه نعم، وما تبقى هو 60,000. كل الوزارات تشكو من فراغ بهيكليات، يعني الادارات العامه فارغه، فيها نقص بالملاك. فيها صحيح نقص هائل ما عدا وزاره التربيه. ومن نحاول نحكي على المعلمين ووزاره التربيه، ولكن هذا الرقم دقيق استاذ بشاره. 60,000 فقط بين ال 60 و 80,000 هن الموجودين في الادارات العامه، لانه في عدد كبير من المتعاقدين والباقي اسلاك عسكريه على تنوعها. نعم.
من الجيش لقوى الأمن للأمن الدولي. منها هو جزء التقاعدي، المعاشات التقاعدية. نعم، وهذا الواقع على الأرض، وهذه الأسلاك أدت مهمتها إلى أقصى حدود وحمت لبنان بهالمراحل وما زالت، وبالتالي الحديث عن هالموضوع لن يؤدي إلى شيء، لا يؤدي إلا إلى بلبلة. خلينا نحاول نبني دولة. كيف بدنا نبني دولة؟ كيف؟ بنبلش على الأقل نجيب الشخص المناسب بالمكان المناسب. هذا مش عم نشتغل على الأساس نحن. تبلش بالحكومة. نحن عم نجيب وزراء منحطهم بيعمل كل وزير أو جزء منهم، حتى لما نكون شاملين لنكون عدلين، بيعملوا الوزارات منصات للاستثمارات على حساب الوطن. نحن لازم نقر أنه وصلنا إلى الخط الأحمر، وأنه لبنان أكبر منا كلنا، وكلنا نتنازل ونجيب الناس اللي لازم يكونوا بهالوزارات ليتحملوا المسؤوليات. شخص مناسب لوزارة البيئة ليدير لوزارة البيئة، لأن إذا نعرف الموجودين منهم المناسبين برأيك. أنت برأيك مناسبين؟ يعني حضرتك كرئيس اتحاد عمال العام رأيك مهم، ويعني الناس بتحب تعرف هل رأيك. أنا ما وصلت لنتيجة بأي وزارة، أنا ما وصلت بتطلع على أرض الواقع بلاقي أنه أنا البلد يتقهقر وما في أي تقدم بأي وزارة، نتيجة صراع سياسي كبير. أكيد في وزراء أكفاء يقومون بواجبهم وأكثر، بس هيدي بحاجة لقرار سياسي. نحن نوقف المناكفات السياسية ونتطلع إلى المصلحة العليا للبلد. طيب أنا فيني أعمل مثلا، عندي اتفاقيات مع الدول العربية، اتفاقيات تيسير، الأورو متوسطية، اتفاقيات من كذا سنة معمولة مش لصالح لبنان. الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي عم بقول لك عنه، بدي أنا ابعت كيلو العسل لبرا بيخضع ل 30 فحص، مش عارفين يصدر شيء. اتفاقيات غير متكاملة، لا نلجأ إلى إعادة دراسة. طيب أنا بستورد من الصين بين المليارين، في ناس بتقول لحد 4 مليارات، دون أي حسيب أو رقيب، دون اتفاقيات، عدم تكافؤ. من تركيا اللي حصل أخذ قرار تأجل. صحيح. من يحمي الاقتصاد اللبناني؟ ما بيسوى نحن نضل نتشكى، ما أنا ننزل على أرض الواقع. كيف بدي أحمي الاقتصاد أنا؟ بدي فاتورة مخفضة للصناعيين؟ أنا نعم بدي، مش كرمال الصناعيين، كرمال تبقى اليد العاملة اللبنانية موجودة. كمان بدي بالمقابل أحمي اليد العاملة اللبنانية. كيف بحميها؟ بنزل أنا على الشارع، يمكن أنزل على الشارع لأحميها، بس مفروض الدولة، سلطة الدولة، الدولة الراعية والدولة القابضة اللي تقدر تمشي. لا في دولة راعية ولا في دولة قابضة. في ظل هذا الكلام مشاهدينا، بعد الفاصل نسأل هل يتوجه لبنان نحو عصيان مدني لهذه الثنائية الموجودة في لبنان ما بين السلطة وأصحاب الأموال والحاكمة والقابضة على يعني على مقومات وثروات البلاد، بعد الفاصل. مشاهدينا نستكمل هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، وأيضا رئيس الاتحاد العمالي العام الأستاذ بشارة الأسمر. قبل ما أرجع لموضوع البطالة لأنه ما لحقنا نجاوب عنه أستاذ بشارة، بدي أسألك أستاذ غبريل، هذا التحالف والثنائية القائمة في لبنان اللي حكي عنه الأستاذ أسمر، ما بين تحالف ما بين سلطة ورأس مال، هي اللي قائمة بالبلد وهي الحاكمة لكل شيء فيه؟ يعني هذا انا ما بوافق على هالتوصيف. هيدا في عده، في عده جهات بلبنان عندها نفوذ متفاوت. الدوله اكيد بيكون عندها سلطه، وبالقطاع الخاص عنده وجوده، ولكن نفوذ تبادل مصالح، ولكن شفنا انه القطاع الخاص هو اضعف جهه بهالموضوع. يعني انه القطاع الخاص كان أول من طالب بالإصلاحات البنيوية، لا تخفيف حاجات الدولة للاستدانة. جزء من القطاع الخاص، أنا عانيت، مش كل القطاع الخاص، لا البنوك ضمنا، البنوك هلأ نحكي عن البنوك، عن استفادوا من الهندسات المالية الهائلة، وفي ناس بتطرح علامات استفهام يعني ضمنا البنوك. تفضل أستاذ. البنوك هي القطاع الوحيد اللي بيدفع ضرائبه بالكامل، ولا للأسف القطاع الوحيد. مساهمته عنده حجم هذا الأرباح الهائل، مساهمته بالاقتصاد اللبناني 9% من الناتج المحلي حسب الإحصاءات الوطنية، تدفع 50% من مجموع ضرائب الدخل بلبنان.
وكل موظفين المصارف تدفع ضرائبها والمصارف بتسجل كل موظفينها بصندوق الضمان الاجتماعي. يا ريت كل القطاعات. هل صحيح انه هلا في نسب، لانه بدنا نحكي عن البطاله وال... هل صحيح انه في نسب يعني الموظفين عم بتطلعوا موظفين لانكم عم بتحاولوا ترشدوا انفاقاتكم في البنوك او بشكل عام يعني البنوك؟ القطاع الخاص كله عم متجه بهالمنحة لأنه أعباء التشغيلية زادت، لأنه الضرائب ارتفعت، لأنه في شحب السيولة بالسوق، لأنه ما في فرص تسليف جديدة بالنسبة للقطاع المصرفي. وفي استمرار لارتفاع حاجة الدولة للاستدانة، فنحن من ضمن هالقطاع الخاص يلي عم بيعاني بينما الدولة عم تنفلش عم تتضخم. أحد أسباب ارتفاع العجز بالموازنة هو مش بس سلسلة الرتب والرواتب، هو التوظيف العشوائي بين 2014 و2017 يلي أدى إلى 26 ألف موظف وعامل جديد. هلأ كنا عم نحكي بالقسم الأول مع الوزير الاقتصاد بالقطاع العام أنه كان في بس تقريبا حوالي 5000 حالة توظيف بفترة 3-4 أشهر ما قبل الانتخابات. قبل الانتخابات بس بين 2014 و2017 كان في 26 ألف. يعني هل هذه دولة تتحمل كل هذه الأعباء؟ يعني مشان هيك في عندك عجز بالموازنة. يعني إذا بتشوف البنود الأساسية بالموازنة العامة، تحويلات الخزينة إلى كهرباء إلى مؤسسة كهرباء لبنان ارتفعت ب 11%. ألا تساعد المنظومة البنكية في لبنان عبر تمويلها لهذه الحاجات للدولة اللبنانية ولكل ما تطلبه، ألا تساهم في استمرار هذا النهج؟ المصارف أمنيتها أن تخفف الدولة حاجاتها للاستدانة وتخفف العجز لتحول هالقسم من ودائعها اللي عم تمول فيه الدولة إلى القطاع الخاص، تمويل القطاع الخاص والأفراد والأسر والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. على كل حال اليوم القطاع المصرفي مسلف 59 مليار دولار إلى القطاع الخاص. صحيح. منهم 47 مليار دولار إلى الشركات بكافة الأحجام، ومسلفة للدولة تقريبا 34 مليار دولار 35 مليار دولار. يعني الأمر بيتخطى بحدود بالثمانينات أو بحوالي 90 بين الدولة وبين القطاع الخاص. هيدا الدولة مباشرة يعني سندات خزينة بالعملات الأجنبية وبالليرة اللبنانية، وعندها ودائع واحتياطي إلزامي بمصرف لبنان بلغت 120 مليار دولار. قبل ما يسرقنا الوقت ححاول مر يعني أسئلتكم على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا من خلال النقاط اللي بدنا نضوي عليها. أستاذ بشارة مها كوسا بتسألك، هل مؤتمر سادر حيأمن فرص عمل جديدة بلبنان؟ وهذا بياخذنا أيضا على مسألة البطالة وكيف شايف الأمور انت؟ نتأمل أنه نوصل الإصلاحات لمؤتمر سادر ولحتى نباشر بالبنى التحتية كحسب ما هو مطروح. نعم. إنما لحد هلأ مش عم نلاقي بصيص أمل. يعني اللي حصل بالجلسة التشريعية مشرف يعني، بس إنما يبقى جلسة التشريع ضرورة يعني. نعم. إنما نحن هلأ المطلوب تأليف حكومي على جناح من السرعة من الأكفاء ونظيفي الكف حتى نقدر نكمل هالمسيرة ونقدر نوصل لملف مكافحة الفساد والإصلاح حسب ما هو مطلوب من المؤسسات الدولية. نعم. علما أنه إذا بدي أقول أنا نحن الوقائع اللي عندنا بتخوف على الأرض، يعني نسبة البطالة 35% بين الشباب، الإناث تصل إلى 40%، 30% من الشعب اللبناني صار تحت خط الفقر، في جزء منه بيعيش ب4 دولار بالنهار. ثلث الشعب اللبناني تحت خط الفقر. 30% من يعني الشعب حوالي اللبناني صار الشعب تحت خط الفقر. إذا منشوف هالمجمعات السكنية اللي عم بتكون بالمدن مجمعات مخيفة، وقائع مذهلة إذا ما نقولها. بدي أقول إنه 5% من ثروة الشعب اللبناني اللي هي 90 مليار دولار مركزة ب5%، 45 مليار دولار عند 0.03 من الأفراد، والباقي لحد 5% عندهم 45 مليار دولار. 67.7 من الشعب اللبناني بيعيش بمدخول تحت 12 ألف دولار سنويا. كيف الشعب بده يستمر؟ هيدا السؤال. منيجي منلاقي مماحكات سياسية لا تنتهي. بقى نحن مفترض أنه نطلع لنقدر نوصل لمحل وتمشي هالدولة، تقلع عجلات الدولة. إذا بتطلع بلاقي إنه ملياري دولار العجز السنوي تبع الكهرباء. طيب كل المنظمات الدولية والناس اللي إجت على لبنان والبنك الدولي وال إلى آخره، وكله موجود على الإنترنت، بيقول إنه المعمل 1200 ميجاوات
بكلف مليار، ليه من ما بنروح على معمل كمان مصر عملت كبير. حوالي 15,000 يعني 15,000 قد حاجاتنا على 8 مرات بسنتين او اقل. نعم، ليه ما بنروح نحن على على معمل؟ ليه بنروح على على محطات زياده؟ ليه ما بنروح على خطوط نقل اكثر؟ ما زلنا عم ندفع مليارين سنويا عجز، مش عم ندفعهم على الموظفين، لانه كمان مؤسسه كهرباء لبنان عم تشتغل بنص طاقتها الوظيفيه، كله صار عند شركات مؤمني الخدمات. صحيح. طيب هيدا كمان شيء مش معقول، جينا حتى نجرب نوفر، عملنا شركات مقدمي الخدمات كلفونا مليارين دولار كمان بس حتى ما نفوت موظفين بكهرباء لبنان. الوظائف عم بتصير بمحلات. اذا برجع على مرفق بيروت، المرفق كان فيه 3000 موظف، هلا فيه 300 موظف. الضمان الاجتماعي كان فيه 3000 موظف، هلا فيه 1200 موظف. محلات عم تشتغل بطاقه من الحد الادنى وتطالب بالاكثر. مثلا الضمان الاجتماعي عم بيقوم بواجباته نحو ثلث الشعب اللبناني. صحيح. الدولة يترتب عليها 2700 مليار لا تدفع شيء، 16-17 لا تدفع شيء، مطلوب من الضمان انه يغطي كل شيء، وبنطلع على شاشات التلفزيون نحن بحاجة لدولة. اصحاب العمل مترتب عليهم 1700 مليار، مؤسسات مكتومة لا تصرح، طبعا البنوك عم بيصرحوا، واذا صرحت مؤسسات امبارح مؤسسات صحفية مصرحة بالحد الادنى للاجور لرواتب تصل الى 4-5000 دولار. طب ما في عندنا كمان بالنتيجه حس، لازم نتمتع بحس مدني، نحن بحس وطني، وهالشيء مفترض يترافق مع وجود الدوله، الدوله الراعيه مثل ما قلنا والدوله المحاسبه. من هو موجود؟ استاذ نسيب، الكلام اللي عم بيقوله طبعا الاستاذ بشاره هو حال واقع، حال كل مواطن، لسان حال تقريبا كل واحد منا هذه النظرة، لأنه المواطن مش عم بيقدر يفهم ما الذي يذهب بنا إلى هذا الدرك من هذا الواقع المرير، خصوصا وأنه إذا بدنا نحكي بالواقع العلمي، ماكنزي تقرير ماكنزي حكى عن التهرب الضريبي وحكى عن الفساد المستشري، وقال أنه هذان البندان لو تم التعامل معهما بشكل جدي قادرين لحالهم على توفير 5 مليارات دولار قاعدة يعني مالية للاقتصاد اللبناني. أولا ما بعرف تقرير ماكنزي بعد ما نشر، فبتمنى يحكي عن هالمواضيع. 1000 صفحة يعني. 1000 صفحة بس بعد ما نشر. ما نشرت رسميا، بعد ما نشر رسميا خلاصاته، بس قرينا وحضرتك ريتو وكثير خلاصة. لا لا أنا ما قريت شيء بعد، ما وصلني شيء منه بعد التقرير. ما قريت منه شيء، أنا قريت منه جزء كبير ومن حكى فيه عن مسألة التهرب الضريبي والفساد. بدون شك مثل ما تفضل الاستاذ بشاره، وجود الدوله بيبدا بمكافحه التهرب الضريبي مين ما كان يكون. يعني في عندك 30% من الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد موازي، يعني واحد بيعمر شركه، بياسس شركه او بيعمر معمل، لا بيدفع ضريبه الدخل، لا بيدفع ضريبه على موظفينه، لا بيسجل موظفينه بالضمان الاجتماعي. هذا كيف ممكن معالجته؟ عفوا، احدهم مثل ما كان عم بيحكي معالي الوزير، اصحاب المولدات الكهربائيه يعني بيدفعوا ضريبه. صحيح، هذا قطاع يعني قطاع غير خارج اطار الدوله، يعني اقتصاد ظل. اقتصاد ظل على 30% من الاقتصاد اللبناني. مليارين دولار سنوي، تقدر ربحه السنوي بمليارين دولار. هذا ربح صافي، يعني هن عم ينحكى في التقارير بتقول مليار او اكثر من مليار دولار. بدون شك في اجراءات. كيف حضرتك كخبير اقتصادي كيف بتشوف المخارج الممكنه لهي الحاله؟ المخارج الممكنه منا مستعصيه وموجوده، بدها اراده سياسيه وبتثبت وجود الدوله. يعني اذا بنكافح التهرب الضريبي ومن فعل جبايه الكهرباء، جبايه الميكانيك، حسب الارقام الرسميه تقريبا 50% من السيارات بلبنان ما بتسجل سنويا بالميكانيك، ما بتدفع رسم الميكانيك. اذا بتطبق قانون حمايه الملكيه الفكريه اللي عم بيطبق جزئيا، قانون سلامه السير، ابسط قانون موجود بلبنان اليوم، منع التدخين بالاماكن العامه ما عم بيطبق، مكافحه التهريب عبر الحدود، هيدي كلها يعني حسب تقديراتنا ممكن تدخل سنويا الى الخزينه مليار دولار اضافي بدون ارهاق المواطن والاقتصاد بضرائب ورسوم اضافيه. وهيدا بفرجي يعني بفرجي هيبه الدوله، بيرجع بيثبت وجود الدوله. قديش ممكن هذه الامور تتفعل وتتنفذ بالمدى القريب برايك؟ يعني لنكون صريحين، وزاره المال عم بتقوم بواجبها من ناحيه تشجيع التصريح عن الضريبه، ولكن لازم يكون في رادع. بتعرف انه بالولايات المتحده
أكثر شيء الناس بتخاف منه هو مؤسسة جبيت الضرائب الـ IRS. بس كمان الناس لازم تعرف أنه ما في قانون بيجبر المواطن يصرح ب 15 نيسان من كل سنة عن دخله وقديش ضرائب دافع وقديش مفروض عليه الضرائب، لأنه في رادع يعني كتير كتير قوي بالولايات المتحدة تلقائيا المواطن هو بيصرح. بعدين في شغلة مثل ما تفضل استاذ بشارة، يعني في ناس هون بتعمل مدخول، عندها مدخول مرتفع بال القطاعات الحرة، ما بصرع عن ضريبتها لأنه ما في رادع، ما بصرع عن دخلها يعني لتدفع، وما بتدفع ضريبة الملائمة لأنه ما في روادع. لا. مشاهدينا، بالقسم الخامس والأخير نستكمل هذا الحوار مع الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ورئيس الاتحاد العمال العام الأستاذ بشارة الأسمر، ونسأل بالقسم الأخير عن التحركات المقبلة للعمال. هل هناك توجه للتصعيد للعمال، اعتصامات، تظاهرات، وما هو توجه حاكمية مصرف لبنان لمعالجة الوضع إذا بقيت الأمور كذلك بلا حكومة وجمعية المصارف، وكيف ترى الأمور بعد الفاصل؟ نستكمل مشاهدينا هذا الحوار بالمحور الأخير، وبذكركم أنه ضيوفي بالاستوديو فيكم تسألونا أسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر خط الواتساب الموضح على الشاشة. معنا الأستاذ بشارة الأسمر وأيضا الأستاذ نسيب غبريل. الأستاذ بشارة، هل نحن رايحين على صدام بين الشعب والمجتمع اللبناني بكافة الطوائف والسلطة إذا استمر الحال على ما هو عليه، أو شو شكل التحركات والتظاهرات المقبلة؟ خلينا نقول أنه مثل ما الأمور تراكمت ووصلت البلد لهون، يعني البلد منه هون هيك موجود بالصدفة، عملية تراكم صحيح، عملية تراكمية. كذلك الشعب صار في عنده عملية تراكمية ولم يعد بمقدوره التحمل، وبالتالي نحن مفترض نهيئ لحوار ينتج حكومة، عكسه نحن عم نهيئ لانفجار اجتماعي. لذلك كانت الصرخة واضحة بالاتحاد العمالي العام، والاتحاد العمالي العام بهالإطار تحرك مرتين، مرة وقت المشكل اللي صار مع دولة الرئيس الحريري، والجمعة الماضية باللي صاير من تباطؤ بتأليف الحكومة لأنه استشعر الخطأ، واللي تواكب مع التهديدات الإسرائيلية كمان، في خطأ وفي خطر وفي خطر. لذلك كان الموقف واضح انه نحن رح نمنح فترة من الوقت لوضع المسؤولين بجو هالاجتماع اللي حصل، ولي كمان دراسة الخطوات المقبلة. انما نحن كنا واضحين، نحن كاتحاد، انا بكلمتي كنت واضح انه نحن مسؤولين قدام هالشعب اللبناني، ما بقى فينا نسكت، منا حل باي شكل من الاشكال. طبعا مش باي شكل من الاشكال يجي الحل على حسابنا، إنما مش مقبول إنه اليوم نحن بسوريا الكهرباء بدمشق 24/24 من بعد 7 سنين حرب، ونحن عنا ما في كهرباء، في صراع سياسي. أوكي، مفترض تحيد الوزارات الخدماتية والأساسية عن الصراعات السياسية. حضرتك عم تحكي عن مش عن أمر نظري، حضرتك كنت في أنا العاصمة السورية، العاصمة السورية بقيت 3 أيام وشفت بعيني الحركة الاقتصادية، في حركة في حركة اقتصادية بدمشق بأحياء. نعم، في حركة وفي كهرباء دائمة 24 ساعة على 24، حتى في استعداد أنه يزودونا بأكثر من 200 ميجاوات اللي عم يزودون هلأ، عندهم استعداد للتصدير. وطبعا أنا بنظر للواقع بين لبنان وسوريا، واقع المصالح المشتركة بين البلدين، وهيدي ضروري يكون في علاقة اقتصادية وطيدة بتأسس كمان لمنع التهريب على الحدود، وبتأسس كمان لرجال الأعمال اللبنانيين وللغرف أن تتعاطى بإيجابية مع الغرف السورية من أجل إعادة أعمار سوريا. وحكينا ببعض المحلات كمان عن طرابلس، المنصة وعاصمة لبنان الاقتصادية لإعادة أعمار سوريا، المنصة المفترضة لتطلق ورشة إعادة الأعمار سوريا، خاصة أنه في اتجاه صيني لدعم المرفأ بطرابلس
وفي اتجاهات كبيرة بطرابلس إنمائية من حيث المنطقة الحرة والمجمعات. اتجاهات يبدو أنها مش مقتصرة على الصين، من كل دول الشرق يعني. بس مفترض أنه تترافق هايدي مع علاقات بالحد الأدنى بيننا وبين الدولة السورية لتمهد لإعادة وصل البلدين، خاصة عبر معبر نصيب وتسهيل الأمور، وهذا كمان يفترض علاقات جيدة مع بقية الدول العربية، لأنه إذا فتحنا معبر نصيب وعلاقاتنا سيئة مع دول الخليج كيف بنصدر؟ لا هذه هي دعوة لإعادة صياغة شاملة، خلينا نقول إعادة صياغة شاملة وللاحتفاظ يعني إلى الحد الأدنى بمبدأ النقي بالنفس. أكيد مفترض أنه يكون في علاقة اقتصادية جيدة مع كل الدول العربية تريح لبنان وتريح اقتصاده وأنتاجه وصناعته بهالمرحلة. شو وجهة النظر العلمية استاذ غبريل بشأن العلاقات مع سوريا، تأثيرها على واقعنا الاقتصادي بدون النظر إلى الشق السياسي، وأيضا اللي كان عم يتفضل فيه الاستاذ بشارة الأسمر عن المسألة أنه هذا الحد الأدنى من التوافق السياسي الغير موجود في لبنان، شو تأثيراته على الاقتصاد؟ في فرص ضائعة هائلة على الاقتصاد اللبناني، واليوم بلشنا نحكي بإدارة الفراغ وتشريع الضرورة وحتى توسيع مفهوم تصريف الأعمال وتنظيم الفوضى، يعني توسيع مفهوم تصريف الأعمال لإعطاء اتخاذ بعض القرارات لإعطاء جرعة للاقتصاد، لبينما توعى الطبقة السياسية وتشكل حكومة فعالة بتوضع الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية على رأس أولويتها. اليوم نحن لازم نركز على وضعنا الداخلي قبل ما نشوف شو عم بيصير حوالينا، بدون يعني ما معناتها لازم نغض النظر على ما بيصير حوالينا، بس لازم نقوي ونحسن الوضع الاقتصادي المحلي، لازم ناخذ اجراءات لاعطاء نفس للمواطن اللبناني واعطاء امل للمواطن اللبناني، ولكن هذا الشيء للاسف ما عم نشوفه. يعني في حركه اقتصاديه مستمره، الوضع ما هو جامد كليا، لانه عندك 4,700,000,000 لبناني موجود هون وفي طلب للسلع وللخدمات، وفي شركات عم بتأدي هالخدمات، ولكن هذا ما هو طموح اللبناني وطموح العمال وطموح صحيح. سمر المصري بتسألك لماذا لا نستطيع اقتراض قرض الإسكان إلا إذا شكلت الحكومة؟ لأنه هذا الموضوع يعني اللي صار هو تم تشريع الضرورة، مجلس النواب أقر 100 مليار ليرة لدعم فوائد القروض السكنية على مدة سنة، ولكن ما هذا اللي مش معروف على قديش وشو الآلية، بده مراسيم تنفيذية وغير كافي هذا الشيء، لأنه أنت القرض السكني هو أطول قرض بين كل القروض المصرفية، مينيموم 15 سنة يوصل ل30 سنة، فبدك تضمن أنت القرض أو تدعم الفائدة على قرض على فترة 30 سنة مش على فترة سنة، مش هيك بده توضيح. بس اليوم بالنسبة لموضوع القروض السكنية بالتحديد، المواطن يعني لازم يخلي عين على الحكومة وشو عم تعمل، وعين تاني على اللي عم بيعملوا القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص ما ناطر الدولة لتاخذ المبادرة، في مطورين عندهم سيولة وعندهم ملائقة عم بيعطوا تسهيلات للشارع، ولكن لازم تكون الشقة خالصة، يعني انه واحد بده يجي يشتري شقة خالصة عم بيصير هيدا الشيء. هذه النقطة اللي عم تطرحها كثير مهمة، النقطة عم بيصير هيدا المطورين يعني عم بيعملوا تسهيلات بدون المرور بالبنوك؟ لا ايه طبعا مباشرة بين الشارع وطبعا مش كل المطورين يلي عنده ملاءة وعنده سيولة، لانه في مطورين عندهم مشاكل بعتقد. في مطورين عندهم مشاكل طبعا، وفي كمان حل اخر هو الايجار التملكي الليسينج، يلي هو يطبق على السيارات، يطبق على المكانات بالمعامل، وفي قانون موجود بلبنان يعني بس مش مفعل، اللي هو يعني رنت تو اون. نعم يعني واحد كأنه بيستأجر بيدفع شهريا بدون دفع أولية، وبعد 15 سنة أو 20 سنة كل هالمبالغ يلي دفع كأجار بتروح لثمن تحسم من القيمة المتفق عليها إذا قرر هو يشتري يشتريها. أستاذ بشارة، مسألة العقوبات ما فينا يعني نمر على البنوك والمنظومة الاقتصادية القائمة بالبلد دون المرور على مسألة العقوبات. حضرتك كيف شفت، أكيد تابعت زيارة كريستوفر راي اللي هو لأول مرة يزور لبنان مدير FBI حالي، وقيل أنه وجه ما يشبه التحذير للكل في لبنان ولكل السلطات أنه ضرورة الالتزام بالعقوبات المقبلة على لبنان من قبل الولايات المتحدة والمتوقعة ببداية الشهر القادم. أنا بشوف أنه ملف العقوبات أداره حاكم مصرف لبنان بذكاء خلال الفترة السابقة، ونحن بحوار معه حصل بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي حول هالموضوع كمان أبدأ
إيجابية يعني بالتعامل مع هالموضوع، وأنه قادر أنه يعالجه بالأطر اللي تعالج فيها قبل سابقا. بقى خلينا نقول أنه نحن يعني نركز على وقائع أساسية تعيد استنهاض الدولة، لأنه هيدي وقائع يمكن نحن كعمال أو كأصحاب عمل ما عنا القدرة على قدرة على السيطرة عليها، ولكن كيف بتشوفوها وبتوصفوها؟ منشوف انه الحاكم مثل ما قلت لك قدر يعالج هالموضوع وعنده المقدرة، وهيدا شيء حصل ضمن حوار حصل معه بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، لذلك نعول على معالجة الحاكم وبهالإطار من حيه بهالمعالجة اللي حاصلة، ومنتأمل انه كمان من الحاكم بإطار القروض السكنية اللي طرحتها انه يعيد ضخ الأموال بالتفاهم مع المصارف للقروض السكنية. هل تعتقد أنه إنشاء وزارة إسكان أو لشؤون الإسكان على الأقل بالمرحلة الأولى بالحكومة الجديدة هو حل من الحلول؟ نحن طلبنا عبر كتاب مباشر من لفخامة رئيس الجمهورية لدولة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وزارة للإسكان. هل تعتقد أنه حيتجاوب مع هذا الطلب؟ للتخطيط وللتصميم. موجودة وزارة التخطيط، ولكن يعني عم ينحكى عن انه يتم تفعيلها بالمرحلة المقبلة بالحكومة الجاية. صحيح صحيح. استاذ نفس السؤال بدي اسألك لانه هذا موضوع كتير مهم واخذ حيز واسع. حضرتك كخبير اقتصادي، مسألة زيارة مدير الاف بي اي الى لبنان، قيل انه وجه اللي قال للحاكم انه ضرورة الالتزام اللبناني مسألة لابد منها، وايضا كان عنده يعني لقاءات متعددة ذات اطار سياسي وذات اطار امني، وصل للبنان رسائل محددة وذات يعني قيمة واضحة انه ما يجب على لبنان الالتزام به والا. هذه على ذمة القائل، انا ما كنت بقولها اجتماع من الاجتماعات. بس بخصوص العقوبات، القطاع المصري في عنده خبرة طويلة بتطبيق المعايير الدولية والامتثال، مش بس يعني الواحد عم يركز على العقوبات او بهالحالة على العقوبات، بس القطاع المصرفي بيمتثل بكل المعايير الدولية المصرفية، ان كانت مكافحة تمويل الارهاب او تبييض الاموال، ان كان العقوبات، ان كان معايير بازل للملاءة وللسيولة، ان كان الحوكمة والادارة الرشيدة، ان كان تهرب الضريبة. اكيد ما في تهرب ضريبة من المصارف. ف يعني هذا الشيء اليوم المصارف عندها خبرة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومصرف لبنان وضع آلية تطبيق هالقوانين، والمصارف يعني الدوائر عم تسأل عن كنت من شوي عن التوظيف بالمصارف. صحيح. الدوائر الأساسية اللي عم تتوسع وعم توظف هي دوائر الامتثال ودوائر القانونية بالمصارف لمتابعة الامتثال. لتقدروا تلحقوا الوتيرة المتسارعة تبع الأمريكيين بإدارة المعايير الدولية كلها، المعايير اللي عم يضعها الأمريكيين يعني عم يتشددوا فيها بشكل كبير. المعايير المصرفية الدولية كلها من ضمنها العقوبات ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هل تعتقد مضطر أولويته الحفاظ على ثقة المودعين والمقترضين والمساهمين، ورح يكمل بهالأولوية؟ هل بتعتقد إذا طال أمد التشكيل وتأليف الحكومة بالشق الاقتصادي لوين ممكن تروح البلد؟ إضافة من الفرص الضائعة، تراكم فرص ضائعة للاقتصاد اللبناني، ولكن بحب ضيف هون لا خطر على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وبالرغم من تدهور المالية العامة لا خطر على استقرار المالية العامة. في تعاون وتفاهم بين وزارة المال ومصرف لبنان، ومصرف لبنان أخذ وبيأخذ تدابير احترازية واحتياطية، لأنه نحن بنعرف الجو السياسي مش هلأ يعني من زمان في تقلبات سياسية بلبنان وفي تأخير بالقرارات وبالإصلاحات، فمصرف لبنان عم يأخذ قرارات وتدابير احترازية لأي احتمال ممكن. في الهندسات المالية جديدة مقبلة ممكنة كمان لاستيعاب وامتصاص الأحوال في حال ذهبت الأمور باتجاه سلبي مثلا؟ مصرف لبنان اخذ كل الاحتياطات اللازمه، وممكن ياخذ تدابير اخرى لتامين واستمرار استقرار سعر صرف الليره. بشكل سريع بس بدي اسالك سؤال عبر الواتساب، بشار برو بيسالك هل الحل بجدوله جميع الديون على لبنان ل 30 عام بفوائد متدنيه وسنتين سماح
لكي تستطيع المؤسسات النهوض؟ لا، نحن ما أنا مضطرين نروح لها الحل. قادرين نحن بإرادة سياسية أن نحل مشاكلنا، إن كان من خلال حل مشكلة الكهرباء أو مكافحة التهرب الضريبي. نحن ما أنا مضطرين لنوصل لها الحل. في كلام أستاذ بشارة عن تنظيم الوضع القائم، تنظيم الحالة الفوضوية الموجودة بلبنان تحسبا من الأخطار عبر اجتماعات جلسات ضرورة مثل تشريع الضرورة بانتظار حكومة تؤلف تحت ضغط ما أو أمر واقع. نحن رح نساهم بالضغط لتأليف الحكومة. كيف؟ لأنه مش مسموح أنه نحن أمام هالضغط الخارجي اللي عم يتعرض له لبنان، واللي منه زيارة مدير الـ FBI والتهديدات الإسرائيلية، والتهديدات الإسرائيلية بوجود صواريخ بمحيط المطار يدل على مؤامرة بشكل أو بآخر على لبنان. والرئيس بري قال انه هذا كلام حرب وليس مزحة. صحيح. وبالتالي اذا ربطناه بقضية النفط والغاز نعرف انه في لبنان يتأخر اكثر واكثر بهالاطار، وبالتالي اسرائيل يمكن مركب المضخات وعم تسحب. يعني لنجي نحن نستخرج بتكون يمكن اسرائيل استخرجت كل شيء. يعني هذا الشيء قاله كمان الرئيس نبيه بري بالمرحله الاخيره، قال انه في بدات اسرائيل على ما يبدو بشكل عملي باستخراج بالبلوكات الاساسيه اللي هي فيها سروي لبنان الاساسي، بلوكات مشتركه على الاقل. نعم، بلوكات مشتركه او على الحدود او على الحدوديه. صح. بقى وبالتالي طبعا الرئيس بري عنده رؤيه ثاقبه بهالاطار، ومدور الزوايا الرئيس بري، مفترض نحن نباشر فورا لتأليف حكومة لتحصين الواقع اللبناني أمام التهديدات الإسرائيلية، لإعادة صياغة شاملة للواقع الاقتصادي، للتسريع باستخراج النفط والغاز، حماية لأجيالنا المستقبلية، لإعادة العمل بنظام القروض عكسه هجرة الشباب اللبناني، البطالة، وقف القروض السكنية، اليد العامله الاجنبيه، عدم زياده الاجور، وضع اقتصادي صعب، كهرباء، اتصالات، ماي، بيئه. اليست دعوه مبطنه هيدي لهجره الشباب اللبناني وهجره الراس مال اللبناني؟ ما هيدي شكل من اشكال المؤامره. لذلك تاليف حكومه هو اهم ضروره بالمرحله الحاليه لمعالجه كل هالقضايا، وأهم السرعة باستخراج النفط والغاز اللي هو حماية لأجيالنا المستقبلية. هذا يستوجب الكلام اللي عم يقوله الأستاذ بشارة، يستوجب على ما يبدو بالاقتصاد على الأقل ابتداع بروتوكولات تعايش مع الفراغ الحكومي اللي يبدو أنه سيطول. هذا اللي كنت عم بقوله من شوي، يعني بين إدارة الفراغ وتشريع الضرورة. اليوم عم نحكي عن توسيع مفهوم الحكومة تصريف الأعمال لا تأخذ بعض الإجراءات الموضعية لتحريك الوضع الاقتصادي. بس أنا بضم صوتي لصوت الأستاذ بشارة أنه لازم استمرار تعاون بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للضغط على الأحزاب كافة لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. يعني ما فينا نعمل اكثر من هيك. يعني هذه هي نقطه الانطلاق، غير هيك ما الامور حتبقى بدائره مغلقه، او ما في شيء اجراء ممكن انه يعني يعطي دفع لانطلاقه ايجابيه الا بتشكيل الحكومه بادئا ذي بدء. في 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 الحكي عن توسيع مفهوم تصريف الاعمال، شو رايك بهالامر؟ يعني انه اليوم اخرجنا موضوع تشريع الضروره، فينا نروح لهالموضوع بس باشياء كثير محدده، لا اعطاء جرعه للاقتصاد، يعني حركه ضخ بعض السيوله، اتخاذ بعض الاجراءات. استاذي الكريم، بس هذا شيء معيب طبعا ان لا نقدر على تاليف حكومه. نحن شعب عنده مبادره فرديه مثل طائر الفينيق، عيب انه ما نقدر نالف حكومه بعد 5 أشهر ونوسع مفهوم الموجود او نلجا الى تشريع الضروره. عيب، لازم نالف حكومه، والا بنكون عم نثبت لغيرنا انه نحن منا جديرين باداره الدوله ومنا جديرين يكون عندنا استقلال. منا يعني منك ايضا مثل الاستاذ غبريل، منك مع جلسات حكومه تعطي على الاقل انطباع بانه الامور اكيد شيء معيب، شي بس بجوز اضطر تعمله. يعني ما نقدر نالف حكومه كل مره، ما نالف حكومه ما نقعد 7-8 أشهر. بدي اشكرك على شو عم نختلف، بس خلينا نعرف على شو عم نختلف. اذا عم نختلف على مصلحه الوطن العليا بنشارك بالخلاف، ان شاء الله يكون هذا الخلاف هو على مصلحه، اذا عم نختلف على رؤيه اقتصاديه بنشارك.
بس الخلاف عم بيكون على توزيع المغانم وهذا شيء معيب على جنس الملائكة اللي أطاح بأكبر الإمبراطورية. هل غنى أنه نقدر ناخد 7 أشهر لنشكل حكومة فينا ننطر، بس ما عندنا هل يمكن نطول أكثر من هيك أستاذ نسيم. بدي أشكرك رئيس الاتحاد العمالي العام الأستاذ بشارة الأسمر، بشكرك على حضورك معنا وإطلالتك وأراءك دايما المفيدة للجميع في لبنان. أستاذ نسيب غبريل أيضا، وأيضا الخبير الاقتصادي، ودائم إن شاء الله بضل بالحضور معنا وبمطالعة ومقاربة الأوضاع الاقتصادية بلبنان. طبعا أيضا وأيضا بدي أشكر وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال رائد خوري، كان معنا بالقسم الأول من هذه الحلقة. أنا بالآكل الأسبوع المقبل 9:30 مساء، وختاما بقول هناك بالدول المتقدمة دول الإنتاج والتصدير والصناعة والزراعة يلزم الدستور أصحاب القرار بمواجهة الشعب بالحقيقة وتوصيف الأوضاع بالوقائع والأرقام بشكل دوري كل سنة على أبعد تقدير، وبأيدهم بمراجعة لأدائهم خلال توليهم السلطة وأعطاء المواطنين رصيد حساب لواقع الحال. أما في لبنان فهناك على العكس من يتحدث كثيرا من أهل السلطة لكنه لا يقول شيء مفهوم في النهاية. فالخطاب اللبناني إن كان متعمق في شيء فهو متعمق في السطحية، وإن كان ممتلئ بشيء فهو ممتلئ بالفراغ. للأسف لا وجود لرؤية واضحة ولا لتشخيص حالة وطن بكل الشوائب والمشاكل والأزمات الموجودة فيه. حتى فهمنا للعصر إن وجد فهو يقتصر على مظاهر ولاء أعمى غير مبررة أو أحقاد ظاهرة من غير داعي. أما منظومة الأخلاق المتداعية ممن يقدمون أنفسهم باعتبار نخبة القوم فيصح فيها قول أحمد شوقي: إذا القوم أصيبوا في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. إلى اللقاء.